يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. زي ما احنا معودينكم النهاردة معانا فقرات مختلفة ومتنوعة هنتكلم في تفاصيل حلقتنا، بس الأول طبعا أسلم على فاروق. يا نوران، ازيك يا فاروق؟ مساء الفل عليك. مساء الجمال، كله كويس؟ حلو. مساء الفل يا جماعة، النهاردة معانا يعني يوم مختلف وإن شاء الله يعجبكم. نبدأ معاكم بقى من الساعة الثانية إن شاء الله، وزي ما قلت امبارح إن احنا يكون معانا النهاردة فقرتنا الدينية مع يوسف عادل، فقرة مهمة جدا إن شاء الله، وهنتكلم فيها عن الأخلاق وكمان عدم التعصب. حلو جدا. أما في الساعة الأولى من إن بوكس الفقرة الأخيرة هينورنا ضيف دمه خفيف جدا، ويمكن بقى ليه متابعين كتيرة جدا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، لأنه ناقد فني ساخر بينقد المسلسلات والأفلام سواء العربي أو المصرية أو الأجنبية بشكل كوميدي جدا، ويمكن بيلخص قصة المسلسل بس بشكل ساخر. هينورنا في آخر فقرة محمد طاهر عشان نتكلم معاه أكتر عن فكرته في النقد الساخر للأعمال الفنية. محمد طاهر يعني زميل، هو راجل اشتغل في الإعلام ومراسل، وكمان بقى ايه أخذ الشق بقى اللي هو المختلف شوية من ناحية الفن، وان هو بيقدم ممكن بقى المهرجانات وكمان بعض المسلسلات والأفلام اللي احنا بنشوفها حاليا يعني بشكل ساخر وجميل جدا، وما شاء الله عنده دلوقتي ملايين الملايين اللي بيتابعوا قناته على اليوتيوب وكمان على الفيسبوك. دي حقيقة أنا متابعاه أصلا وبحب قوي فكرة النقد بتاعه، لأنه هو ممكن يبقى في حاجة فاتتني أفهم القصة كلها طبعا بشكل ساخر، بس يعني طريقته مختلفة جدا وخارج عن الصندوق. أما دلوقتي بقى فإحنا هنتكلم عن موضوع لطيف، ومش عارفة هنختلف أنا وفاروق ولا هنتفق فيه مع بعض، ويمكن عشان إحنا خلاص داخلين على الشتاء أو الشتاء بدأ فعلا، فمعانا دراسات علمية بتقول إنه في فصل الشتاء الإحساس بالارتباط العاطفي بيزيد، يعني الشخص بيحس إن هو بيبقى محتاج شريك حياة في فصل الشتاء. أنا مش عارفة ليه، يعني هو أنا ليا وجهة نظر مختلفة تماما عن اللي الدراسة بتقوله، بس بيقولوا يمكن عشان الجو المطر وإحساس البرد والشتاء بيديلك إحساس كده بالاحتياج، إن أنت محتاج حد تقعد معاه تحت المطرة، تسمعه أغاني رومانسية، يقول لك كلام عاطفي، تحبوا بعض، يعني الدراسة بتقول كده. أنت إيه رأيك؟ الدراسة 100% هم سموا صح؟ سموا القصة دي حاجة اسمها يعني التأهب النفسي. ده بقى هنا ايه المفروض يعني المتخصصون في القصة دي قالوا ان انت بتيجي في فصل الشتاء مرة واحدة كده بيحصلك حالة لا شعورية، ان انت بتلاقي نفسك بقيت حبيب قوي، بقيت رومانسي قوي مرة واحدة، ممكن حتى لو انت كنت مرتبط وخلاص مش مكمل يعني بتفتكر الذكريات الحلوة، تقول الاكس راحت فين، عارف انت الكلام اللي هو ايه، ولا الاكس راح فين والكلام ده، كل الذكريات الحلوة اللي احنا ممكن بنتكلم فيها بقى ايه في العلاقة نفسها بتيجي في التوقيت ده بالذات بتزيد جدا. طبعا هم قالوا ان الشتاء عامل رئيسي في القصة دي، لان المفروض يعني ان انت اغلبية الوقت في خلال فصل الشتاء بتقضيه لوحدك او بتقضيه في البيت، فده بيزود عندك التفكير الزيادة، بيزود عندك دايما الحنين الى الماضي او الحالي. القعدة في الشتاء تحت البطانية ومعاك مج الهوت شوكلت ولابس الشراب ومتدفي، ده يخليك محتاج تفكر في اي حاجه تانية؟ اكيد لا. وبعد كده اي اتنين بيبقوا مثلا عايزين يخرجوا بيخرجوا في الصيف اكتر من الشتاء، يعني انا معترضه او مختلفه شويه مع الدراسه دي، لان اي اتنين لما مثلا تيجي البنت تقول له خرجني انا عايزه اخرج، لا يا بنتي نخرج فين، الدنيا مطر الجو برد. ده التفكير المنطقي العقلاني بتاع الناس او معظم الناس. اما بقى الناس الرومانسيه دي فاحنا يعني سيبنا لهم الدراسه اللي بتقول كده، لكن على عكس الصيف يمكن معظم الناس دايما بتبقى عايزه تحس بالتحرر، بان هي ملهاش شخص يأيدها في حركتها، في سفر، في تنطيط، في مجموعات، فبتبقى الناس اكتر انه هي رايحه ناحيه التفكير انه انا عايزه اتبسط بقى، مش عايزه ارتبط ولا حاجه، لدرجه انه الناس تبقاش طايقه نفسها في الصيف وبيتخانقوا مع دبان وشهم، فيلاقوا انه طول فصل الصيف بدأوا أصحابهم يقلوا من حواليهم، وحتى لو كانت بنت أو ولد مرتبطين بيخسروا علاقاتهم دي، ويرجعوا في فصل الشتاء يفوقوا ويقولوا إيه ده، فين الناس اللي احنا كنا نعرفهم. هو الصيف بيحب الواحد يعني ينطلق كده، الحياة جميلة كده وانتي مش هتحسي بحاجة لأن انت في وسط أصحابك وفي وسط الناس، فالموضوع خلاص يعني بيعدي بسهولة. لكن بقى هم ركزوا وقالوا على حتة ايه اللي داخلة فيها ايه، الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي، الفراغ العاطفي بيزيد اكتر في الشتاء، وبالاخص كمان لما بتقعد لوحدك. على فكره ده طبيعي جدا، لما الواحد بيحس ان هو وحيد طبيعي بيقعد يفكر كده طب فين هوبيكا هوبي بقى والكلام الحلو ده،
ده غصب عن الواحد طبعا ممكن بيتأثر من ناحية مشاعره، لكن هي في الآخر خالص دراسة واتعملت كمان على معظم الناس، وقالوا بقى إن في يعني أكتر فئة ممكن تتأثر بقصة الفراغ العاطفي أو ممكن في فصل الشتاء بالذات يعني بيحصل ارتباط، الطلاب أو المراهقين. طبعا الطلاب المراهقين هم أكتر ناس بتحس بالفراغ العاطفي، دايما بيدوروا على شريك حياة حتى لو لفترة مؤقتة. الدراسة اتنفذت على 593 طالب في المرحلة الثانوية، ويمكن اللي هم السناجل أو الناس السينجلز اللي هم تميزوا بالتفوق الدراسي والسعادة من الشعور بالوحدة، على عكس طبعا المرتبطين. المرتبطين دايما بيبقى في مشاكل ما بينهم، مش بنسود لكم الحياة لكن بننقل لكم الواقع. يمكن الاثنين مرتبطين لو هم بيدرسوا هتلاقي في تأخر في الدراسة لو في مشاكل زايدة ما بينهم، غير لما يكون شخص وحيد بيبقى متفرغ أكتر لدراسته ولمستقبله. والدراسة بتقول يعني تقولك اجمد ما تمشيش ورا كلام الناس وخليك سعيد، وقت ما يجيلك الارتباط ساعتها هيكون قرارك صح في الوقت المناسب. طيب معنا مروة على التليفون. يا مروة. أيوة. ازيك يا مروة؟ الحمد لله كويس. انت كله كويس الحمد لله؟ الحمد لله. عاملة ايه في بداية الشتاء كده، يعني اتأثرت شوية ولا لسه ما اتأثرتيش؟ لا 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 لسه. مش هتتأثر يا مروة خالص صح؟ لا انا مستنية بس ان انا اشوف عايزين نجيب لبس وحاجات كده، هو ده المهم دلوقتي. يلا خير ان شاء الله، وكل سنة وكلنا طيبين. كل سنة وانتم طيبين. قولي لي يا مروة، يعني انت مرتبطة ولا مش مرتبطة لحد دلوقتي؟ لا مش مرتبطة. طيب حاسة ان الدراسة دي مظبوطة؟ بنيجي كده في فصل الشتاء المشاعر عندنا بتتحرك وبنحس بالوحدة شوية؟ والله ممكن شوية لو حد حياته نوعا ما مش مليانة بحاجة مهمة بيعملها، لكن لو حد فيه أكتف كتير في الحياة وشغله وكده ما أعتقدش أنه ممكن يحس بدأه. مظبوط. مشغول. بالضبط. أيوة بالضبط. شغل كتير ومثلا معاملات في الشغل وكده، لو الواحد أصلا بيكون خلاص مروح بيته مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يفكر بالظبط ومش قادر يتكلم مع حد، بقى هو يا ريت ان احنا كده نقعد في هدوء ونشرب اي حاجه دافيه وننام. ايوه ده اللي كنت بقوله لفاروق من شويه وما ردش عليا، يعني كانه مش انا بتاع الجو ده. انا بتاع الجو ده القعده الحلوه وال ايوه ما انا بالنسبه لي ده الشتاء. انت بالنسبه لك الشتاء عامل ازاي يا مارو؟ انا بالنسبه لي الشتاء عادي، ان انا مثلا بشتغل وبخلص شغلي اقعد معاهم عندي في البيت شويه، حاجات اللي هي خفيفة كده، اتفرج على فيلم اجنبي مثلا بالليل او ايا كان الحاجة الحلوة في التلفزيون وادخل انام بس كده. حياة بسيطة منطقية. مش محتاجة اكتر من كده. طب قولي لي، شايفة ان ممكن الواحد في التوقيت ده يتسرع علشان خاطر عنده فراغ عاطفي وممكن يرتبط بحد هو ما يكونش مناسب ليه؟ بتحصل كتير صح. كمان بتحصل ليه بقى؟ ممكن تحصل عشان خاطر ايه؟ مثلا حد بيسمعه، حد ممكن في التوقيت ده مثلا قرب منه وهو حاسس ان هو بيحبه مثلا، بس هو ممكن استلطاف اعجاب بالظبط ممكن تحصل، وممكن اللي هو عمال ليه فراغ بس وخلاص. اللي هو احنا دلوقتي فاضيين فيلا هنجرب ومش هنخسر حاجه. في حين ان الموضوع ممكن ينعكس بطريقه بشعه بعد كده، اللي هو احنا بالظبط. لا مش الصيف بس احنا احنا تعلقنا بحد غلط اصلا، فنبدا بقى محاولات هننفصل ازاي او ان احنا نعمل كنترول على نفسنا ازاي، بيبقى الموضوع اصعب من الاول. طب مروة، صحابك اللي حواليكي، يعني بما ان انت مثلا بتفكري انه الشتاء هو قاعده في البيت وانتخى، اكيد حواليكي كده بنات او ولاد بيحبوا برضو الجو الرومانسي والعاطفي وقت الشتاء. دي حقيقه. بيتصرفوا ازاي؟ بلاقيهم بقى الاغاني بتاعت فيروز وام كلثوم، واللي هي عايزين نصحى 6 الصبح علشان نشرب فنجان قهوه، واللي هو الجو اللي الناس عارفاه ده. بس لكن مش بكون ماتشنج قوي معاهم بصراحه، علشان يعني انا برضو من الناس اللي هي ما عندهاش طاقه قوي للجو ده. فانا اخليه اللي هو الحب ده عايز نار نادي كده. صحيان 6 الصبح حلو. ما انا واضحه بقى ده الشغل. طيب نعمل ايه؟ ربنا يعينك يا مروه يا رب ان شاء الله. نورتينا جدا. شكرا ليكي يا مروه. باي باي. شكرا جدا ليكي. بس على فكره اقول لك على حاجه، المود ده انا بحبه. مود ايه؟ المود بتاع المطره وبتاع الشتاء وبتاع فيروز وبتاع الفطار بدري وبتاع القهوه. انا بحب الجو ده جدا، بحب الجو ده جدا، بس انزل مع اصحابي جروب
نخرج نستمتع بالجو، ننزل في المطرة نلعب نهيس، يعني برضو الأصدقاء بتبقى أحلى من فكرة الارتباط. دي وجهة نظري أنا، أنا بعبر عن وجهة نظر ناس، ربما تكون قلة أو ربما تكون يعني أغلبية معرفش، لكن الدراسة بتقول إنه وقت الشتاء فعلا بيبقى فيه فراغ عاطفي، في ناس بتحن للأكس، في ناس بتحن للارتباط العاطفي، وأكتر الناس اللي بيبقوا بيتأثروا بالموضوع ده هم الطلبة فعلا، سواء طلبة الثانوية العامة أو عامة أي حد بيدرس، لأن هم يعني بيبقوا عندهم الدراسة، برضو سن المراهقة ده هو اللي دايما بيبقى عاطفي جدا، مستقر شوية، بيحب يسمع أغاني رومانسية، وأي شخص بالنسبة له يعني أي واحدة جي واحد يقول لها أنا معجب بيكي على طول. والله حتى كمان لو حد ما تعرفوش نوران، يعني كنا متأثرين جدا بأي حد مشهور أو أي حد بالنسبة لنا احنا شايفينه وهي دي فتاة أحلامنا، هو ده فتاة أحلامي، فاهمة؟ ما كانش عندي فكرة دي. لا هقول لك، لا ازاي بقى، طفولة جميلة. طب معنا منى ولا مروة؟ معنا منى صح؟ ايوه صح. يا منى ازاي؟ مروة ولا منى؟ مروة. لا منى. ازيك يا منى؟ اخبارك ايه؟ يا منى ازيك؟ اهلا يا نوران، ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. اسكندرية يا منى بقى، يعني بلد الشتاء الجميلة. اه فعلا. كلمينا يا منى. فعلا الشتاء، انت لو رحت مثلا في الشتاء هتلاقي الناس كتير متدفية في الكافيهات كده على على الكورنيش، كابل كتير يعني، عكس اسكندرية في الصيف يعني. طب انت في الشتاء او عامة الدراسة اللي معانا بتقول انه الاحساس بالارتباط بيزيد قوي في الشتاء، انت مع الدراسة دي ولا لا؟ انا مع الدراسة دي، لان هي في الشتاء اصلا الجو بيبرد، وبتروح بتروح بيتك مثلا بدري، فبتحس غالبا بان انت وحيد بدري في اليوم، فغالبا ده بيديك كده طاقه، وبيديك يعني بتبقى عايز ترتبط، لان عايز تحس بالوحده كتير، يعني تقعد عدد ساعات كتير تحس بالوحده. لو انت في الصيف مثلا اظن هتبقى عايز مثلا لو حسيت بالوحده بالليل هتنزل تخرج مع اصحابك، هتعرف تعمل اي اكتيفيتي معين، هتسافر، هتعمل اي حاجه. لكن في الشتاء يعني يمكن اول شتاء كان مرتبط بالوحده اكتر، وفي الشعور بالحزن كده شويه، عكس الصيف يعني. يمكن بنبقى فاضيين في الشتاء فبنقعد نفكر يعني في الموضوع ده، الصيف بنبقى مشغولين شويه بالسفر والصحاب. لا وكمان في حاجه مرتبطه بحاجه اسمها الاكتئاب الموسمي. ده يعني ده كده ايه ما بين يعني الشتاء والصيف كده، بتلاقي او الصيف والشتاء يعني، بتلاقي دايما المود العام بتلاقيه بيهدى كده، بتلاقي الناس ايه يعني مش عارف مالها، تغيير الجو ده، بس مع الوقت بناخد على الجو بقى، تبدا تفكر في الاستقرار، لو في البيت بقى في ناس مثلا، فده كل ده اظن بيحمسك ان انت تفكر انك ترتبط يعني. شكرا ليكي يا منى، شكرا نورتينا. معانا برضو ايمان، نعرف رايها. يا ايمان ازيك؟ الو الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. انت مع الدراسه اللي بتقول الحب في الشتاء احلى من الصيف؟ لا انا مع قرارات الغلط في الشتاء. قرارات الغلط في الشتاء دايما دايما بنندم عليها طول الصيف. انت مرتبطه ايمان ولا لا؟ لا، ما هو قرارات الغلط بتتاخد في الصيف. في الصيف؟ في الشتاء. في الشتاء بتاخدي قراراتك في الشتاء غلط، بترجعي تصلحيها في الصيف. بالظبط كده. طب احكي لنا ازاي، تفاصيل. ما هو انا بفضل سنجل طول السنه، باجي في الشتاء بحن طبعا للاكس وحاجات كتير بقى، وبيبقى في قدامي ناس كتير نرتبط بيهم، نتصاحب ونبقى كويسين. في الشتاء اجي في الصيف ما بطيقش حد. لا تعالي بس يا منى، دراسه حقيقيه فعلا النبي، عشان انت ايه هتفتحي لنا فتوحه. لا ثانيه واحده، هو انت هنا لما تيجي ترتبطي بحد بترتبطي بيه عشان خاطر انت معجبه بيه وعايزه يعني تتخطبي بيه وتتجوزي، مظبوط؟ تمام. ولا الموضوع بيبقى في البدايه بيجي ازاي، اعجاب ولا استلطاف؟ الموضوع بيبقى معاك ايه؟ لا يعني انا هقول لك الموضوع بيبقى معاها ازاي. هي بتاخد القرار الغلط، يعني هي عايزه تحب بس للاسف بتختار الشخص الغلط، فما بتكملش في ارتباط بقى رسمي، صح يا ايمان؟ انا هقول لك، انا بشتغل، بروح البيت، بشرب حاجه دافيه، اقعد في اوضتي، اتفرج مثلا على اي فيلم، فيديو كليب، اي حاجه، خلاص بقى زهقت في اللحظة دي. بقى في اللحظة دي بيجي القرار الغلط. ممكن بتحني مثلا لحد بتحبيه كده يعني. بالظبط كده. نرجع بقى، طيب نقول رسالة، طب أي حاجة، والقرار الغلط يبدأ. المسامح كريم بقى والكلام ده، بعد كده نرجع نقول يا ريتنا. أيوه. يا ريتنا. إيه اللي بيخليكي تفوقي في الصيف؟ يعني إيه اللي بيخليكي تاخدي بالك إن أنتِ خدتي قرار غلط في الصيف؟ ما الصيف بقى وحاله، محدش بيسيء نفسه.
نورتينا يا ايمان، انطلاق في الصيف. شكرا جدا يا ايمان، نورتينا. معانا كمان الاء. يا الاء. الو الو الاء. طب مره ثانيه الاء حاولي تكلمينا. يا بصي، هي الدراسه مظبوطه على فكره، يعني الناس كلها دلوقتي نفس المود، كلهم تحسيهم في التوقيت ده يعني عايزين بقى، يعني عايزين شريك، عايزين نتجوز، وعايزين الحياه تبقى حلوه ونحب والحياه الحلوه دي كلها. ممكن يعني بما ان انه في كذا حد دخل معانا وقال نفس الراي، واضح ان الدراسه مظبوطه وفعلا بتقول انه الشتاء الاحساس العاطفي بيزيد اكتر منه في الصيف، وانه الناس بتاخد قرارات، معظم الناس بتاخد قرارات غلط للاسف بترجع تصلحها في الصيف وبيكتشفوا ان قراراتهم كانت غلط. يمكن في دراسه كمان عملتها جامعه كاليفورنيا على مجموعه ازواج غير الطلبه بقى والمراهقين، قضوا ما بين 4 سنين ل20 سنة جواز، وقالوا ان الازواج دول ملامحهم بتتغير وقلبهم بينبض لما بتقال اسماء اللي متجوزينهم عشان بيحبوهم، ويتم افراز هرمون الدوبامين اللي بيتم افرازه في حاله السعاده والفرحه كانهم لسه في اول قصه حبهم. يعني لما حد هنا بيتكلم بيقوله، لما حد بيعاشر حد لمده طويله بالزبط. وبيحبه، لما حد بيجيب سيرته وهو مش موجود معاه غصب عنه، هو بيفرح او بيبقى مبسوط لان هو بيحبه. فبرضه لا، يعني دي دراسه مظبوطه. يعني غير بقى طبعا يعني الناس الثانيه يقول لك ايه، يعني حاجات مش حلوه. يعني الناس اللي متجوزين بيقعدوا يتريقوا على حالتهم الاجتماعيه ان هم متجوزين بقى، يا عم انت ليه تتجوز؟ ده انت كده تدخل سجن مؤبد ومش عارفه. لا، السنجله احلى من الجواز. اقول لك على حاجه، اراء سلبيه كتير قوي بنشوفهم، بالرغم كده بحس ان هم ما يقدروش يستغنوا عن بعض. اقول لك على حاجه، اللي بيشتكوا دول اغلبيه، يعني نقدر نقول 70% من اللي بيقولوا كده بيكونوا عكس كده، بيغزوا العين مش ولا ممكن طبعهم شكاي. ممكن بيغزوا العين، ممكن خلاص هو مستريح، مراته مريحاه، والعكس صحيح برضه، هو مريح مراته، فخلاص اخدوا على كده، فتحسي ان هو بقى الامور بالنسبه لهم بقت طبيعيه، مع ان زي ما انت قلتي لو حد فيهم اتشال من التاني كده واستغنى عن التاني، محدش يقدر يستغنى عن التاني خالص. طب ليه الشكوى؟ ما انا ممكن يا يعني اما اشكر ربنا ودايما اقول مزايا الجواز والعلاقه اللي انا فيها والشخص المرتبط بيه، يا اما اسكت خالص وما اتكلمش، يعني ولا بالايجاب ولا بالسلب. يعني انا بحسها بقت لبانه كده، يعني لكن الشكوى بقت حاجه مستمره كده من غير ما افكر فيها. انا بحسه برضو تنمر، نوع من انواع التنمر على الجواز وعلى الزوجات. لا، هو نوع من انواع التبطر. والبطر طبعا من انواع التبطر، يعني ده نوع من انواع الواحد ممكن لو جيت تفكر كده، يعني بس ايه، اطلع بره نفسك كده، بص من فوق، هتلاقي مراتك بتحضر لك الاكل، هتلاقي مراتك دايما بتساعدك في كل شيء انت ممكن عايزه، بتلاقي مراتك دايما بتصحى بدري 6 الصبح عشان تنزل الولاد المدرسه، بتلاقيها دايما هي اللي مهتمه باغلبيه التفاصيل، وانت مش واخد بالك، وانت حاسس ان الامور عاديه. بس في الاخر خالص دي قيمة، لا دي قيمة كبيرة. يعني دي قيمة كبيرة بالنسبة لي اخر كده، اول مرة ما دافعش عن رجالة. لا، والعكس صحيح برضو، خلي بالك، يعني هو ممكن برضو بيبقى بيقدم لها كل حاجة هي محتاجاها، وهو راجل محترم وحنين وكويس مع ولاد، يعني كل بس حاجة. انا شايفة ان دي علاقة تبادلية، يعني بالزبط. فيها عطاء من الطرفين، بالزبط. لازم كل واحد يدي وياخد من اللي قدامه، ما ينفعش واحد يفضل ياخد والتاني ما يديش، والعكس صحيح. فالزوجة بتعوض الزوج عن حاجات كتير قوي ما بقدرش يعملها لوحده، ونفس الكلام الزوج. لكن الناس اللي بتشتكي دي زي ما قال فاروق، هو ممكن يكون نوع من انواع البطر، انه بتبطر على النعمه. لو حد فقد التاني بيبقى فيه ندم فعلا طول عمره، يقول انا ضيعت حاجه غاليه قوي من حياتي. طيب بص النهارده قبل بس ما نختم الموضوع ده، يعني بمناسبه المراهقين اللي اتكلمنا عليهم عشان بس ايه لو بيشوفونا، بصوا يا جماعه، الدراسه اكدت لكل المراهقين واللي في الثانويه العامه واللي هم صغيرين شويه، ان مرحله الحب في التوقيت ده غلط، العاطفه في التوقيت ده غلط جدا. ليه بقى؟ اول حاجه انت بتخسر، لقوا ان اغلبيه الناس اللي هم اللي مرتبطين في السن ده يعني درجاتهم في المدرسه مش لطيفه، قلت جدا جدا عن اللي هم مش مرتبطين او اللي هم سنجلز، فدول بالنسبه لهم اعلى بكتير ومركزين في حياتهم الدراسيه وحياتهم الرياضيه. فبعد اذنكم حاولوا بقدر الامكان عدوا كده مرحله حلوه اللي هي بتاعت الجامعه دي، عدوها كده او في اخر الجامعه، وابتدي فكر في مستقبلك، وفكر انك ترتبط بحد انت فعلا ممكن تكمل معاه، بلاش التذبذب ده. ده كده ايه كان صح موضوعنا. بالظبط. نخش بقى على الموضوع التاني على طول، وهو يمكن صوره انتشرت جدا على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، وهي بتجسد وبتمثل مصر،
وهي الصورة اللي صورها شاب صعيدي جميل جدا اسمه حسن جمال، وهو بيحب التصوير، والصورة دي كلنا شفناها وعرفناها، وهو انه شيخ بيسلم على رجل دين مسيحي وملتزمين بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي ومطبقين كل الإجراءات الوقائية اللي احنا يعني دايما بنروج لها في خلال فترة الكورونا. الصورة دي هو حلم حسن جمال انها تنتشر على مستوى العالم يا فاروق، لان هي بتوصل فكرة الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية ونبذ التطرف ونبذ التعصب. يمكن احنا الايام دي عايشين فترة كلها اختلافات في الاراء، وياريت ان احنا لما بنختلف مع بعض بنتقبل الاختلاف ده، لا، في تعصب جدا لاراء الناس لنفسها، وهم مش متقبلين الآراء الأخرى. احنا عايشين فترة فعلا كلها يمكن فيها تعصب. الصورة دي بقى عكس اللي احنا عايشينه، وعايزة توصل لنا فكرة انه احنا كلنا واحد والوحدة الوطنية. بصي اقول لك الحاجة يا نوران، يعني طبعا بجمال الصورة دي وطبيعتها جدا وكل حاجة ممكن عايزين نقولها عليها نقولها، لان في حاجات كمان هتعدي الوصف بتاعنا من كلامنا. بس لو بنتكلم كده ايه بصوت عالي، يمكن ده مش جديد علينا احنا كمصريين الحمد لله. الصورة دي في توقيت طبعا محترم جدا، تايمينج هايل، بس احنا بنتكلم ده طبيعي بالنسبة لنا الحمد لله، ان احنا عندنا مفيش حاجة اسمها اختلافات تماما، احنا عندنا كل حاجة الحمد لله طول عمرها ماشية واحد، سواء كان مسلم او مسيحي احنا ما عندناش الفرق ده تماما. بس طبيعة الصورة وجمالها ما خليها الواحد يقول ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، علشان خاطر احنا شفنا اليومين اللي فاتوا دول شوية تفاصيل كده ايه عكنت علينا شوية، اللي هي ايه داخلة في مرحلة الكرة والتعصب والقلة من هنا على قلة من هنا، الدنيا بواخت. لكن بالطريقة دي وبالاسلوب ده الواحد بيفرح وبيقول الله طب ما احنا حلوين اهو، امال فين الجمال بقى والحاجات الحلوه بتاعتنا دايما اللي ظاهره على الساحه وعلى الصوره يعني. ويمكن الصوره بتوصل فكره الوحده الوطنيه بين الاديان، لكن ليها معاني تانية كتير، مش بس الاديان، انه لازم يكون في وحده وطنيه بين المسلمين والمسيحيين، لا، كمان نبذ التعصب من كل الانتماءات، سواء انتماءات كرويه، انتماءات دينيه، انتماءات عرقيه، انتماءات فكريه، كل واحد ليه فكره، ده ما يعني ملوش علاقه خالص بانه انا اتخانق مع اللي قدامي عشان لمجرد ان هو مختلف معايا في الراي او في الدين او حتى في الانتماء الكروي اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. الصوره رساله، ودايما الفنانين اللي بيصوروا صور هي دايما معناها ان هي يقول لك المعنى في الصورة، أنا مش محتاجة أقول تعليق ولا أقول شرح تحت الصورة، هو أنا عايز أوصل إيه، لأنه هي فعلا بتوضح أنه مصر كلها زي ما أنا قلت مبارح يا جماعة، مصر دي كبيرة جدا وقلبها كبير جدا وبتفتح دراعاتها لكل الانتماءات المختلفة. عظيم جدا. دايما في صور كده بتشرح نفسها بنفسها من غير كلام. طيب إحنا معانا بقى يعني أبو علي المصور الجميل اللي صور الصورة الحلوة دي من نجا حمادي. يا حسن اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا حسن؟ تمام الحمد لله بخير والله. الحمد لله. قول لي يا حسن بقى، يعني ما شاء الله الصوره يعني مره واحده لاقت استحسان من كل الناس وانتشار كبير جدا وواسع على السوشيال ميديا، كلمنا بقى عن الصوره دي وكواليسها. كواليس الصوره دي، انا اصلا كليتي في اسيوط وانا من الاقصر، ففي اليوم ده انا كنت راجع من الكليه نازل البلد عادي، ففي الاوقات دي انا بحب يعني التصوير بالموبايل، انا عندي وقت التصوير بالموبايل كويس، بحب اصور حياه الناس في الشارع، بحب اصور ملامح الناس يعني كبار في السن، بحب اصور القصص اللي بتحصل في الشارع. ففضلت اصور كتير، اصور لحد ما وصلت لمحطه نجا حمادي. تمام. فكنت عادي بتفرج من الشباك على المحطه وكده، من الشمال كده من بعيد لقيت الشيخ جاي، ومن الناحيه الثانيه لقيت القصه جاي في نفس الاتجاه، في نفس التوقيت. فكل اللي كان في بيدور في بالي ان انا اصور الصوره وهم ماشيين في وش بعض. ما كانش عندي علم ان هم ممكن يسلموا على بعض. ففضلت اصور لحد ما قربوا من بعض، والحمد لله الاثنين رفعوا ايديهم وسلموا على بعض. حبيت الصوره جدا لانها بتكون وحده وطنيه وبتكون حب وسلام ما بيننا، وده اللي هو المعتاد. وده يعني زي ما يا حسن، يعني الصورة دي صدفة؟ صدفة جدا الحمد لله، يعني وبحمد ربنا انها كانت صدفة. يعني مش زي بقى ما الناس قالت انت كنت بتصور ايه، يا ترى هتصور السور ولا البيت اللي وراها، وزي ما بعض الكلام كده طلع انت كنت مرتبها؟ لا، انا كل اللي في بالي ان انا كنت اصور الشيخ والقس.
بس ما كنتش بالي ان هم هيسلموا على بعض تماما. طب هل تم تواصل من الشيخ او القس يعني بعد ما شافوا الصوره دي معاك يا حسن؟ انا القس كلمني ومعجب بالصوره جدا وشكرني وفرحان جدا بان الصوره بتبين الوحده الوطنيه اللي بيننا وبتبين كل الحب اللي بيننا والسلام اللي بيننا، واولاد القس برضو كلموني فرحانين بيها، وانا يعني فرحان جدا ان هم معجبين بالصوره. هي صوره جميله يا حسن بجد. قول لي بقى، كنت متوقع ان الصوره دي ممكن يعني تنتشر الانتشار الواسع ده والكبير على السوشيال ميديا؟ الحقيقه لا، ما كنتش متوقع ده، بس يعني كل اللي كنت متوقعه ان الصوره هتجيب اعجاب يعني قليل جدا، بحيث ان الصوره بتبين الروح، لكن الحمد لله يعني مصر طبعا بخير، وان الصوره عشان بتبين مصر فالحمد لله. الصوره جميله شهر. فعلا، واحلى حاجه انها تلقائيه وطالعه طبيعيه جدا فعلا الحمد لله. انا بحمد ربنا عشان هي صدفه. طيب حسن، ايه اكتر تعليق قريته وعجبك من الناس؟ تعليق القس، يعني تعليق القس شخصيا اللي عجبني ان الصوره يعني عجبته بشكل رهيب، لانها فعلا بتبين ان مفيش حاجه، مفيش اي مشاكل زي ما بتقال بره بيننا هنا مسلمين ومسيحيين، في حب بين الصوره، الروح طالعه بالصوره هي لوحدها بتتكلم عن نفسها، يعني كل الود والحب باين في الصوره، يعني هو ده كل اللي عجب النقص الصوره. صح يا حسن. طيب حسن، كلمني بقى عن يعني حبك للتصوير بدا ازاي؟ هل انت دارس مثلا تصوير، انت واخدها هوايه، الموضوع ده ازاي؟ هو انا مش دارس تصوير، انا التصوير بدا معايا من سنه. طبعا. يعني كان برضو على السوشيال ميديا شفت ناس بيصوروا بالموبايل، حبيت ان انا اجرب الموضوع ده وحبيت ان انا اتعلم، فحاولت انا مع نفسي بقى اتعلم على اليوتيوب، حاولت اتابع ناس مصورين كبار لحد ما الحمد لله يعني ابتديت اصور ووصلت لمرحله كويسه. كويس. طيب انت قلت على السوشيال ميديا ان نفسك الصوره دي تنتشر على مستوى العالم مش في مصر بس. انا كان نفسي انها تنتشر على مستوى العالم بجد، عشان تبين ان مفيش اي حاجه في مصر زي ما بيتقال بره، تبين ان في هنا كل السلام وكل الحب ما بيننا، مفيش اي مشكله بين اي مسلم اي مسيحي، الاثنين واحد، الاثنين بيحبوا بعض، السلام بيننا واحد. كل ده انا مبسوط بيه جدا، ونفسي الصوره فعلا توصل لبره. طيب قول لي يا حسن، انت بتدرس في جامعه الازهر مظبوط؟ مظبوط. بتدرس ايه؟ انا كليه لغه عربيه قسم تاريخ وحضاره. طيب خير ان شاء الله وتخلص على خير. قول لي انت نفسك بعد كده بعد ما تخلص تعمل ايه؟ انا هدفي من خلال التصوير ان انا ابقى مصور في النادي الاهلي، يعني ده حلمي من اول ما ابتديت تصوير. مظبوط. فيعني ان شاء الله ربنا يكرمني في الموضوع ده ان شاء الله، وباذن الله اكيد امنيتك هتتحقق، وممكن يكون كمان مسؤولين في النادي الاهلي يكونوا بيتفرجوا علينا ويتواصلوا معاك ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. طب غير ان انت نفسك تبقى مصور في النادي الاهلي، انت ازاي بتشتغل على نفسك، بتنمي مهاره التصوير عندك، خصوصا ان انت يعني مبقالكش غير سنه بس بدات تصور؟ بالظبط. انا يعني في حاجه اسمها تغذيه بصريه، بحب اتفرج على صور كتير، بحب اتابع ناس مصورين عالميين كتير، بشترك في معارض، بشترك في يعني اي نعم مش بكسب في المسابقات اللي بشترك فيها، بس يعني بكسب خبره، بكسب مثلا اعرف مثلا ايه نقط ضعف اللي عندي عشان اقويها، اعرف ايه الاخطاء اللي عندي عشان انمي فيها. والحمد لله يعني حاليا ماشي في الموضوع ده، اشتركت في معرض هنا في الاقصر في متحف الاقصر، والحمد لله كسبت فيه ودخلت فيه، اسمه معرض جنوبيه يعني، وحاليا ماشي في الموضوع ده وهشترك في مسابقات كتير، والصوره دي يعني خلت ردود افعال تتكلم عني ومصورين كتير تتكلم عني، والحمد لله يعني كسبت منها شهره ان شاء الله استغلها في الصح. ان شاء الله. تستاهل كل خير يا حسن، بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. شكرا لك. اشكرك. شكرا جدا ليك يا حسن. ايوه كده، يعني دي الحاجات الحلوه اللي تفرح الواحد كده ونتفرج، وهي دي مصر. هي دي مصر. هو ده اللي دايما بيطلع بمنتهى التلقائيه والطبيعيه. بالظبط. يمكن كان في احداث مش لطيفه حصلت الفتره اللي فاتت، لكن الصوره دي جت ترد على كل الاختلافات اللي احنا دايما بنتكلم عنها. فقرتنا خلصنا، نطلع لفاصل ونرجع بقى نستقبل معاكم محمد طاهر الناقد الفني الساخر للاعمال الفنيه سواء كانت المصريه او الاجنبيه. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، مره واحده كده هبط علينا من السماء يعني ناقد فني ساخر، زي ما انت شفتوا كده، ده فيديو من الفيديوهات يعني ما شاء الله ليه على الفيسبوك، كمان على صفحته الرسميه على اليوتيوب ما شاء الله الملايين اللي بيتابعوه.
ومش كده وبس، كمان ده دخل في المهرجانات والمسلسلات والافلام اللي احنا اصلا كمان بنتابعها اليومين دول على اغلبيه يعني الحاجات المشهوره قوي. هو ما سابهمش في حالهم، من الاخر كده هو اي حاجه حلوه بيروح لها. بس طبعا الخمس دقايق بتوعه دول وراهم مشوار كبير، وراهم ان هو راجل اصلا متخصص كمان وفي مجال الاعلام، واشتغل مراسل لفتره كبيره، ولحد النهارده كمان هو في المجال الاعلامي. لكن ده لا يمنع ان هو موهوب في اكتر من حاجه، وما شاء الله النهارده ليه الملايين والملايين من المتابعين ليه. النهارده منورنا تيتو، او من الاخر كده محمد طاهر. ازيك يا محمد؟ ازيك يا فاروق؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. عامل ايه الاخبار؟ يا سنين فاروق ده حبيبي يا جماعه. فاروق الانترو دي بالنسبه لي مهمه قوي، يعني الانترو دي بالنسبه لي على حبيبي تيتو. وحشني جدا. انت اكتر. عامل ايه؟ منور الدنيا كلها. خليك. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ منورنا. الله يخليك. نور. يعني فعلا الكلام كله اتقال في المقدمه، انت ناقد فني من طراز معين او من طراز مختلف، وهو السخريه، ان انت تسخر على الاعمال الفنيه بس بشكل كوميدي ولذيذ جدا ودمه خفيف. ايه الفكره؟ يعني ايه اللي خلاك تتجه للاتجاه ده؟ بصي، يعني وقت الكورونا، وقت ما كان الكورونا كان كل واحد في البيت. وانا اصلا يعني زي ما فاروق قال، انا شغال في الميديا من زمان، فيعني انا برضو كونتنت كريتور، ولكن في مجال معين، يعني في مجال الاذاعه مش للسوشيال ميديا. ففي حاجات بقى بحب اعملها كل فتره كده ما بتنفعش، ما بتاكلش معانا، مش هتنفع تتعرض، فبنزلها على السوشيال ميديا. وقت الكورونا بقى كان الناس كلها قاعده فاضيه، وكان وقتها ترند مسلسل اسمه مسلسل دارك، كان نازل من نتفليكس وكان ترند جدا، والمسلسل معقد لدرجه ان ما حدش فاهم حاجه. يعني هو حرفيا المسلسل مش مفهوم، يعني لازم تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه. فانا كنت اتفرجت عليه كذا مره، وكنت من الناس اللي الحمد لله يعني فهمت المسلسل. كنت بروح احكي لاصحابي، رامي يكلمني صاحبي يقول لي فهمني ام المسلسل ده، انا مش فاهم حاجه. واحده صاحبتي تكلمني تقول لي انا مش فاهم حاجه اشرح لي. فقلت بقى بدل ما انا اشرح لده وانا اشرح لده وانا اشرح لده، عملت فيديو ونزلته. ويعني صحيت لقيت الناس بقى تقريبا مصر كلها ما كانتش فاهمه المسلسل، وكانوا مستنيين الفيديو ده. فبحبيت بقى الموضوع خلاص يعني. وهنا بقى قررت انك بقى ايه، يعني تاخد مشوار تاني بجانب الاذاعه. يعني انا بعمل حاجات بس يعني كانوا اصحابي بيشوفوها، يعني انا يعني في خمسه سته اصحابي بيشوفوها ونقعد وتعجبهم. لكن فكره ان فيديو انا اعمله، ويعني ولقيت بيج وفي ناس كتير عامله له شير، ولقيت حد من نتفلكس تواصل معايا اصلا، يعني قال لي احنا سيزون 3 هينزل، كان يوم 27/6 انا فاكر، هنفرجك عليه يوم 13 عشان لو عايز تجهز له سكريبت زي ده. لما الناس تتفرج برضو تلاقي حاجه تفهمها. طب دي خطوه هايله. انا قلت لا، انا اتبسطت بقى، فقلت انا مكمل معاك وخلاص. كويس. يعني بالعكس ده جت اراء ايجابيه من عندهم. ما تضايقوش انت مثلا بتنقد بشكل ساخر المسلسلات. مسلسل دارك انا ما اتريقتش عليه قوي، لان هي الكوميديا اصلا جايه من الاحداث بتاعت المسلسل نفسها. يعني اللي خلاني اعمل حاجه كوميدي اصلا ان المسلسل نفسه احداثه لما انا اروح احكيها لحد بيضحك. ففي الاول ما كنتش بسخر من حاجه غير من الاحداث نفسها. بعد كده بقى حبيت حبيت ادور انا على الحاجات اللي بسخر منها. هو تفكير ذكي برضو منهم، هو عرفوا ازاي برضو يسوقوا للحاجه ال للمسلسل اللي هم عايزين يعني يتشاف من ملايين الملايين من الناس. فانت بتزود ده برضو، خلي بالك. يعني ايوه، هو المسلسل مش مفهوم، يعني الشخص اللي تواصل معايا نفسه من نتفليكس ما كانش فاهم المسلسل. والله يعني هو نفسه قال انا اتفرجت على الفيديو عجبني، وبعد كده فكرنا بقى ان ده لذيذ جدا. فدي كان يعني هي البدايه نفسها كانت يعني كويس مترتبه كده. عشان دعم كويس. اوكي. طيب يعني خلينا برضو نتكلم عن مسلسلات، ويمكن اخرهم ما وراء الطبيعه. هو ده حاز على اعجاب ناس كثيره جدا ومشاهدات كثيره جدا. انت بتعمل ازاي السكريبت يعني يا محمد؟ يعني انت بتقعد تتفرج على المسلسل مره وبعد كده تكتب السكريبت ده مره واحده، ولا بياخد منك وقت؟ لا انا بتفرج على المسلسل او الفيلم 3 مرات. يعني لو انا يعني الا مثلا لو انا اتفرجت على المسلسل ده قريب، يعني انا بتفرج مره عشان افتكر او عشان اجمع الاحداث، او زي ما وراء الطبيعه. يعني ما وراء الطبيعه ده من الحاجات اللي كانت طويله معايا جدا. قتلني بصراحه. من اطول الحاجات، عشان ابقى عارف المسلسل اللاين بتاعه عامل ازاي. بعد كده ببتدي بقى اتفرج تاني عشان افرغ المسلسل. يعني انا اللي بكتب السمري بتاعت المسلسل الكامله. عشان وانا بتفرج كان في افيهات انا بطلعها بعيني، يعني في احداث كده لازم اتفرج بنفسي واكتب، وبعد كده بتفرج بس المره الاخيره دي سريعه بقى، سكيب سكيب كده، عشان اكتب بقى الفاينل سكريبت. فهو يعني الحوار بيتكتب على كذا خطوه. يعني مده قد ايه مثلا؟ وقت قد ايه؟ وكمان لو مسلسل طويل بقى، انت بتجيب اصلا كمان لسه انا ونوران بنتكلم بنقول ايه، لو حد ما شافش مثلا مسلسل معين او فيلم محدد كده، انت بتلخصه له، بتجيبه من اول للاخر بطريقتك. بس بفهم الامور شويه، يعني بوصل للفكره. بياخد يعني ما وراء الطبيعه ده خد اسبوعين، يعني انا المفروض بنزل فيديو كل اسبوع، لا انا في اسبوع ما عرفتش انزل فيه عشان ما وراء الطبيعه خد مني وقت كتير.
خصوصا المره. طب يعني انت برضه هتعمله ازاي؟ ناس خايفه كمان، ناس معجبه عليك جدا بالمسلسل. وناس ممكن هم يتضايقوا لما تتريق على المسلسل. فهو كان طويل، انما في العادي يعني ممكن من 3 لـ4 ايام حسب، يعني لو فيلم ممكن ياخد 2 3 مثلا. لو مسلسل ممكن اكتر حسب عدد الحلقات بقى. هايل. طيب قول لي يا طاهر بقى، يعني انت المفروض بقى هنا انت في القصه دي وان مان شو، انت بتعمل كل حاجه بنفسك، بتكتب السكريبت بتاعك، بتتفرج على الفيلم او المسلسل، بتمنتج الحاجه، ولا بتعمل ايه بقى بالظبط؟ في الاول كنت انا بعمل كل حاجه. يعني كنت انا الاول بتفرج يعني، وبعد كده يعني في الدارك ده انا اللي منتجته، انا يعني بجرب كده. تمام. بعد كده ابتديت امنتج انا، بعد كده في ناس بقى ابتدت تساعدني في المونتاج. كويس. لحد ما احمد رضا حبيبي وصاحبي، واحد صاحبي كده تبناني، قال لي خلاص انا هشيل عنك الجزء ده، بس غير كده انا بعمل كل حاجه، يعني انا اللي بتفرج وانا اللي بكتب وانا اللي بسجل. كويس جدا. طب عايز اعرف منك ردود فعل الناس اللي متابعينك، ايه اكتر فيديو او ايه اكتر تعليق مثلا كان بالنسبه لك اتبسطت منه، وايه اكتر تعليق سلبي جالك؟ اكتر تعليق بيبسطني دايما، اكتر كومنت بحب اقراه لما حد بيقول لي انت بتضحكنا واحنا مكتئبين، وانا بحس انا صاحب رساله كده. بحس لا، ان انا عليا مسؤوليه فعلا، مش مجرد فيديو كوميدي وخلاص. تمام. اكتر حاجه ممكن تضايقني ان يعني ممكن مثلا فكره ان انت الفيديو ده ما ضحكنيش، او ان الفيديو ده يعني دايما في كومنتس دايما بتقول انت بتحرق الافلام، فانت بتعمل كده ليه، او انت ازاي تتريق على حاجه زي كده. لا قشطه يعني، تمام بعديها، لكن ان انا اعمل فيديو وحش او ما يعجبش حد او دي بتضايقك. بحس ان انا خلاص بقى مش عارف اكتب تاني خلاص كده. بحس انا مش عارف اعمل حاجه كوميديه تاني، لان الحوار صعب ان انت تفضل مستمر بنفس النمط كده. فدي اكتر حاجه بتضايقني، ان اللي بيتفرج ما يعجبوش الفيديو زي اللي قبله. قول لي يا طاهر بقى، يعني انت اول حاجه تعملها في المهرجانات مهرجان الجونه؟ كان مهرجان الجونه. انت قلبت الدنيا. قلبت الدنيا. مهرجان الجونه ده حد يعني انا لحد يومها انا ما كنتش في دماغي اعمل حاجه، لان انا يعني ما انا بعمل افلام ومسلسلات. لما لقيت ناس كتير بعتلي بقى، سواء صحابي او على البيج او ايًا كان، محتاجين بقى ملخص لمهرجان الجونه، فاشتغلت. ويريتك ما اشتغلت يا شيخ. يعني كان معايا سهيله زميله ليا، كانت بتبعت لي الفيديوز اللي عليها ترند. تمام. يعني كانت بتساعدني تجمع لي الماتيريال، ان احنا كنا في نفس اليوم كنا بنتعامل في يوم بالمونتاج وكل حاجه. تمام. وانا ببتدي اكتب بقى. ولما نزلت الفيديو يعني انا لقيته انتشر جدا، وفي ناس زعلت وفي ناس اتبسطت. خليني اتكلم عن مثلا الفنانين او الممثلين اللي ظهروا في الفيديو عندك، مثلا كان في شويه افيهات عليهم، هل حد تواصل معاك مثلا، كتب لك كومنت؟ لا، من المهرجان ما حدش تواصل معايا غير يحيى حمزه. يحيى الزميل لينا انا وفاروق حبيبنا. يحيى اتصل بيا قال انا الفيديو عجبني جدا، رغم ان انا ابتديت الفيديو اصلا بيحيى حمزه. يعني انا لما بدات الفيديو يعني ما سخرتش منه قوي يعني، بس حطيته في الفيديو. مش عايز اقول سخرت عشان هو صاحبي، بس هو كان بدايه الفيديو فعلا، وكان مستمر طول الفيديو. ويحيى اتصل بيا وكان مبسوط جدا، يعني هو اتبسط جدا من الفيديو، قال لي الفيديو وكان الفيديو اتشال كده من على الفيسبوك في فتره كده ورجع تاني. هو قال لي الفيديو فين، انا عايز اتفرج مع اصحابي. فلا، هو يحيى من الناس اللي اتبسطوا قوي من الفيديو ده. في ناس زعلت، بس مش هنقول هم مين، بس في ناس زعلت يعني. مش عايزين نقول اسامي. احنا عارفين يا تيتو، خلاص وعدي دورك. يعني هو الفيديو كان حلو جدا ما شاء الله، وكان عملته بطريقه حلوه ودمها خفيف قوي. طيب انت الفتره دي بقى بتعمل ايه؟ يعني برضو في مسلسل انت شغال عليه ولا ايه الموضوع؟ اخر حاجه كانت الناس ترند قوي مستنيها ما وراء الطبيعه، دلوقتي فيلم تينت بتاع كريستوفر نولان. ده من الافلام برضو اللي هي ما بتبقاش معاها زي دارك كده. تمام. خد بالك الفيلم ده عامل قلبان برضو. فانا كنت مستني بقى ما ينزل منه نسخه بلوري عشان اعرف اعملها بالكواليتي كويس. ما كنتش اتفرجت عليه يعني، ما دخلتوش السينما عشان كان السينمات مقفوله وقتها. اتفرجت عليه بقى اليومين اللي فاتوا. فانا لحد دلوقتي في مرحله ان انا بحاول افهم الفيلم عشان ابتدي افهمه واكتبه واعمله للناس. فالناس قاعده مستنيين فيلم تانيت بقى، مستنيين اولا ان هم يفهموا الفيلم. تمام. يعني في افلام زي بريدستنيشن ودارك والحاجات دي تبقى الناس مستنيها تضحك ومستنيه ان هم يفهموا الفيلم اصلا بيتكلم عن ايه. فاحنا يعني ربنا يستر ان شاء الله ونعرف نعمله. انت طبعا بتمسك الاعمال الفنيه سواء بقى المصريه او الاجنبيه بتعملها تعليق كوميدي سحر. اوكي. طيب لو حبك لفنان معين او فنان خالص كبير، لا ممكن لا خالص ياثر على تقييمك، او تبقى عامل حساب انه خايف يزعل منك، لا 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 او ناس تهاجمك؟ يعني احنا قلنا يحيى مثلا صاحبي، وانا ما استاذنتش يحيى. انا عملت ده على طول. بس لا، انا عمري يعني مثلا في ما وراء الطبيعه انا حابب المسلسل من اوله لاخره، بس خالص بعد المسلسل اصلا استاذ عمرو سلامه عرفت يعني، هو بعت لي قال انا الفيديو عجبني، واكتشفنا هو بيتابع فيديوهاتي اصلا. فده كان حاجه كويسه ليا.
استاذه اروى جوده برضو كانت عامله شير للفيديو جداً. وانا كنت بقى يعني في الحلقه بتاعت اروى دي كانت اصعب حلقه فعلا حد ممكن يتحملها يعني. يعني انا اروى كانت السخريه كتير جدا وخفت انا عمال اقول يا رب ما تشوف الفيديو لان فعلا انا لو مكانها ممكن اتضايق يعني. انا فعلا لو مكانها لان انا بتريق على الاحداث اللي في المسلسل جامد بس هي لقيتها عامله لها شير وبتضحك يعني. فلا ما عمري ما اعمل كده يعني. في ناس صحابي بس لا انا ما بكتب ما اعرفش امسك نفسي. انت بتعيش بقى انت والقلم بتاعك كده يعني بيبقى في افيه تستخسري ان انت تشيليه مثلا فهسيبه بقى. هو اصلا تعليقك على المسلسل ده كان لما كان اسر ياسين واروى جوده. اسر ياسين واروى المسلسل ده كان التعليق بتاعك. انا قلت مش عارفه هم ازاي هيتعاملوا معاك او هيتقبلوا الفيديو ده ازاي. انا يعني انا عرفت ان في ناس من هم المنتج المسلسل عجبهم المسلسل وهم بعتوا لي ساعتها قالوا لي انت تقدر تستخدم الماتيريال كمان ما عندناش مشكله. يعني ساعات بيحصل مشاكل في الكوبي رايتس. اروى بقى لقيت الناس بتقولي ان اروى عامله شير للستوري وعامله لايك للفيديو. فقلت خلاص يعني هي روحها حلوه. في ناس بتزعل انما دي اروى روحها حلوه اهي. والله يا طاهر بص انت باللغه الدارجه كده بتطلع كل الناس على المسرح بس في حد حاله يعني. اي نعم يعني الحدوته حلوه. انت بتعملها بشياكه وكمان بخف الدم. ده الجميل في الموضوع. بس في ما وراء الطبيعه متهيألي ده اكتر حاجه علقت مع الناس وبالاخص كمان جمله احمد امين اللي كان بيقولها دايما ايه حتى احترق النجوم وتفنى العوالم في اي حاجه بقى يعني. كان كل يروح يمين وشمال ويجيبها في النص كده يروح قايلها. طبعا مش عارف احنا لنا الحق ان احنا ممكن نبقى نذيع ده ولا لا بس يعني ما اعتقدش دلوقتي. بس يعني ممكن تدخلوا تبصوا عند طاهر هو عامل الشغل بتاعه بجد عظيم جدا ويضحك قوي. الجمله دي اصلا يعني في الروايات نفسها هي كانت الدباجه بتاعتها ان هي ما كانتش بتكمل يعني. كان دايما رفعت اسماعيل بيقولها لماجي بقى كده يحصل حاجه تفصلهم. فانا حاولت ان انا اعملها نفس ستايل الروايه بالظبط كده. دي حقيقه عملت كده فعلا. وفي الاخر خالص قلتها كامله بقى وقلتها بقى جدا يعني اتسخرت من القلق. وعايز اقول لك ان حتى استاذ خالد الكمار الموزع الموسيقي يعني هو بيحب شغلي جدا ومن الناس اللي تدعمني وهو كان بيقول لي اتريق براحتك يعني. حتى حاطين المزيكا بتاعته في الاخر وسخرت من المقطع ككل. هو عجبه الفيديو جدا قال لي انا بحب شغلك وانا يعني دي من الحاجات اللي انا بتبص لما اتفرج عليها. فالحاجات دي بتبسطني جدا وما اتضايقش يعني. هي الجمله دي ما اتضايقش. طب انت بتحب اكتر تشتغل على الاعمال المصريه ولا الاجنبيه؟ انا بحب اشتغل على الاجنبي عشان مفيش مشاكل بره عننا مفيش مشاكل يعني. دايما العربي في ناس بتتضايق جدا انا مش بقول اسامي يعني. في ناس بتتضايق جدا وفي فيديوهات بيتعملها ريبورت يعني. في فيديو لفيلم بدون ذكر اسامي يعني كان ترند قوي ويعني انا صحيت لقيته برده من الحاجات اللي اتشافت جامد بقى عملوا فيه ريبورت عشان يتشال على الفيديو بتاعك؟ اتضايقوا انت ازاي تتريق على الفيلم. وبعد كده بعد مفاوضات مع الفيسبوك رجع الفيديو. بس هم يعني انا العربي دايما بيحصل لي فيه مشاكل. تلاقي حد متضايق حد يبعت فيك ريبورت انت ازاي تشتغل على الحاجات بتاعتنا كده. هو بالاخص كمان لما تدخل في حته بقى ايه احنا متربين عليها. حته ليها ايه عندنا معزه كده مختلفه. زي مثلا انا اعيش في جلباب ابي يعني جلباب ابي بودي وعايز متربين عليها. لا بقول لك ايه ده في الفيديوهات يا طاهر يعني اللي انا اعيش في جلباب ابي طبعا يعني كلنا المسلسل ده بالذات ليه معزه خاصه عندنا. انت ما خفتش ما خفتش وانت بتعمله؟ اصل انا ما بعملش حاجه الا لو انا بحبها اصلا. يعني انا مثلا اللي انا عايش في جلباب ابي انا بحبه جدا فانا يعني انا حبيت ان انا اعمله وكان اقتراح من الناس يعني. الناس قعدت تقول لي ما تعمل جرب تعمل حاجه عربي. كان اول حاجه عربي عملتها بقى وكانوا بيكلموني في ما وراء الطبيعه في اللي انا عايش في جلباب ابي. فيعني دي حاجه ما تزعلش يعني. لا الميزه بتاعتك انك انت حتى لما بتسخر من عمل فني مش بشكل يعني يقلل من العمل الفني نفسه او من اداء الفنانين. بالعكس بتبقى حلوه جدا. ما تفهمش كده. في ناس بتتضايق اللي هو عبد الغفور يعني احنا متربيين على اتفرج عليه كل سنه يعني. ده حقيقي فعلا اتفرج عليه كل شهر. اتفرج عليه كل يعني كل مره بينزل بيبقى ترند. فانت ازاي تعمل كده؟ انت بتلعب في الثوابت يعني. دي حاجات يعني في ده وابراهيم الابيض لما عملت ابراهيم الابيض بيقولوا انت بتلعب في الثوابت. بس يعني من الناس الاغلب بيبقى مبسوط وانا ببقى مبسوط من المسلسل. بحب المسلسل جدا يعني. طيب نفسك في ايه تاني يعني؟ هل هتفضل كل اسبوع تعمل فيديو مثلا على عمل سواء فيلم او مسلسل ولا في افكار جديده ممكن تعملها خارج الصندوق؟ انا ما يعني انا عملت حاجات كتير. ايه بتعمل كده ليه؟ في حاجه في خش على الاعلام؟ لا لا انا يعني انا حابب اللي انا بعمله. وانا اصلا ما حضرتلوش هو جه صدفه. فمش عايز بقعد افتكس حاجات تاني واقعد اعمل حاجات تاني. انا حابب ده بس هي زي ما بيقول كده انا ممكن اعمل حاجات على حاجات اكتر يعني. كل عيش يا طاهر
يعني انا ممكن اعمل على حاجات بره الافلام زي ما عملت مهرجان الجونه كده. ايوه فيعني ممكن يعني بس ما تقلقش انت حبيبي يعني يعني انت حبيبي انا يعني طار يعني عشنا فانا فاهم دماغه بيفكر في ايه اي حاجه غريبه ممكن يعملها فربنا يستر يعني. يعني انا بعد مهرجان يعني انا مثلا انا يعني مهرجان القاهره بكره او بعد بكره بعد بكره بعد بكره فانا نفسي مستني الفيديو فانا انا ببتدي اجهز له من دلوقتي بقى. عظيم جدا. فانا يعني بس هي الفكره ان ممكن التنوع ان انا اعمله ان انا اطلع بره حدود الافلام والمسلسلات هتفضل موجوده وهي الاساس بس ممكن بقى نتشعب كده نتشعب. طيب طاهر ارجع معاك بقى لمنطقتك الرئيسيه الاولانيه خالص بقى الاذاعه والاعلام. انت اخبارك ايه دلوقتي؟ انت اخذت يعني شوط كويس جدا انك اشتغلت مراسل لحد النهارده انت مراسل مظبوط كده لحد دلوقتي القناه جنبكم على القناه جنبينا الناحيه الثانيه مع ان انا مستغربه انه طبيعه شغلك كمراسل تختلف تماما عن طبيعه الفيديوهات اللي انت بتعملها. انا طول عمري يعني بصنع كونتنت مش كوميدي يعني خالص لما عملت دارك هو زي ما قلت لك الفيديو نفسه الاحداث نفسها تضحك. طب خليني اسالك سؤال تاني يا طاهر، انت اكتشفت انك عندك حس الكوميديا والنقد الساخر خلال اول مسلسل عملته اللي هو دارك ولا انت عارف الموهبه دي من زمان؟ عارف خالص. انت اكتشفتها صح؟ انا عملت فيديو انا ما رميتش افيهات في الفيديو الاولاني فالفيديو نفسه السكريبت بتاع الفيلم نفسه يضحك يعني احداث الفيلم التداخل ده حلو. يضحك. الفيديوهات الثانيه بقى بعد كده كان برضو يعني ابتديت العب على النوايا دي في الاول لحد ما لقيت نفسي اتزنقت انا لا انا لازم احاول بقى ان انا اجتهد. فعملت كان مسلسل يو وده بقى مسلسل عادي جدا احداث عاديه زي اي مسلسل لقيت ان هو عجب الناس اكتر بقى لقيت ان هو يو مثلا ده جاب ريتش وانجيجمنت اكتر من الحاجات اللي قبل كده فقلت انا كوميديان يا جماعه انا الناس بتحب الحاجات بتاعتي ده غير ان انا بحاول ان انا اجتهد في السكريبت شويه يعني انا لو سلمت نفسي لإفيهات انا الشخصيه ما حدش اتفرج فانا لازم اقعد افكر مره واثنين وثلاثه قبل ما اكتب اي حاجه. عظيم جدا. طيب قول لي انت بتحب مين من النقاد بشكل عام؟ في حد محدد؟ انا بحب اليوتيوبرز النقاد الشباب الموجودين يعني استاذ محمد مهدي ده من الناس انا بحبهم جدا في ماهر الموصلي ده حد سعودي انا بحبه جدا فانا بحب في بيج اسمها سينماتولوجي برضه في حد بيقدم فيها فيديوز انا بحب الناس الشباب الجداد دايما برضه قريبين بحس ان النقاد التقال في نقاد طبعا فنانين كتير في مصر يعني وصحفيين كتير يعني بحسهم برضو بيبقوا واخدين احتياطاتهم في الكلام فالشباب دايما بيقول اللي في قلبه كان عايز توصله اسرع شويه من غير يعني حواجز يعني بعدين الفيديوز الافلام والمسلسلات الجديد جمهورها اغلبه شباب يعني لما بقى في بلاتفورمز كتير عربي واجنبي اونلاين الشباب اغلبهم بيتفرجوا فانا احب ان انا اسمع النقد برضو من واحد زيي يعني في سني. وهل سمعت نقد من او تعليق معين من النقاد اللي حواليك سواء شباب بقى او كبار عليا على فيديوهاتك يعني بيحبين فيديوهات من النقاد لحد دلوقتي مفيش حد من النقاد اتريق على فيديو ليا الحمد لله يعني يعني لسه ما وصلناش المرحله دي بس هم حابين فيديوهاتي يعني عشان هم برضه بيبقوا فاهمين يعني. طب عظيم جدا. تيجي تقول لي حلمك ايه؟ طموحاتك ايه؟ يعني طموحاتك في الاعلام ولا في النقد الفني الساخر؟ يعني رايح في اي منطقه؟ ولا حاجه ثالثه اصلا؟ انا ما فكرتش ان انا اشبك الاثنين خالص. يعني خالص بالعكس يعني انا ببقى هنا طاهر وهنا طاهر تاني يعني انا عمري ما فكرت ان يعني حتى لما حد بيسالني يقول لي بتوفق ازاي او ما بتستغل ده في ده خالص. تمام. يعني انا عندي في الشغل حابين اللي انا بعمله، ساعات ممكن يدوني اجازه عشان فيديو مثلا. كويس. يعني لا عندي فعلا في الشغل عندي بيحبوا شغلي جدا فهم بيحاولوا يساعدوني. فلو في حاجه ركبت على حاجه مره هنا شويه ومره هنا شويه، انما ان انا يعني ده 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 ليه في طموح وده ليه في طموح، يعني انا حابب ان انا وجودي اونلاين فعلا بس حابب شغلي الاساسي برضه. فكرش تعمل تقارير بشكل كوميدي؟ تقارير في الشارع بحس ان دمي تقيل. لا بحس ان دمي تقيل فعلا قدام الشاشه والله العظيم لما بسيب ما انا بقول لك انا لما بسيب نفسي كده على طول من غير ما احضر حاسس ان دمي تقيل جدا والله يعني حاولت وكان دمها سخيف. طب ما يمكن يطلع دمك خفيف ما انا جربت ولا مفيش امل عارف كارفت كده تنزل في المهرجانات وتمسك المايك كده حتى لو مش لازم تطلع انت في الشاشه تبقى ماسك المايك يعني لا ينزل اسئله اللي هي الغريبه دي هي بتعمل كتير في ناس تعملها اشطر مني يعني في ناس تعملها احسن مني الصراحه فانا مش عايز اعمل حاجه مش حلوه غير ان انا يعني جربت مره وما نفعتش خالص. حلو ان انت عارف امكانياتك ومحدد هدفك وعارف انت عايز تعمل ايه قد قوتك لازم الواحد يبقى عارف هو يعني لو في حاجه مش حلو فيها ما يبعد عنها على طول يعني. هايل يا محمد نورتنا وبالنسبه لي كانت فقره ممتعه ومتميزه جدا 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 والتوفيق دايما وهنستنى منك فيديو مهرجان القاهره السينمائي. اتمنى من غير ما يحصل مشاكل غير ما حد يزعل برضه. نورتنا يا طاهر جدا انا اتبسطت بيك والله حبيبي يا طاهر نورك ربنا يخليك يا حبيبي يا فاروق. احنا مين هيطلع فينا يلا بينا. طيب يا جماعه خليكم معانا لسه مكملين بقيه فقراتنا بعد الفاصل مع الداعيه يوسف عادل خليكم معانا.
ورجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا الدينية واللي بنورنا فيها الداعية الإسلامي يوسف عادل. والنهاردة موضوعنا مهم جدا وهو عن الأخلاق. الأخلاق يا جماعة شيء مهم جدا في حياتنا، وأي مجتمع علشان يتبني صح لازم يتبني بالأخلاق الصحيحة والسليمة. يمكن اليومين دول طبعا كلنا ملاحظين يعني ان في شوية حاجات ممكن الواحد بيستغربها شوية، بعض الحاجات اللي ممكن بتعمل تعصب والخاصة بالكرة المصرية، بعض الحاجات اللي ممكن بتحصل منها السخرية والتريقة بمعنى أصح. إزاي ده ممكن نتجنبه، وإزاي كمان ممكن يبقى الأخلاق في حياتنا سمة أساسية في كل شيء في حياتنا الشخصية وحياتنا الاجتماعية والرياضية. علشان كده النهاردة موضوع مهم جدا مع يوسف، فبرحب بيك يا يوسف معنا النهاردة. أخبارك إيه؟ ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. ازيك يا استاذ يوسف؟ الاخبار استاذتنا ازيك يا نورا؟ الحمد لله كله كويس الله يكرمك. يمكن الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو مهم جدا وحديث الساعه، هو التنمر والسخريه على اي شخص يختلف في اتجاهاته او انتماءاته مع مجموعه من الاشخاص. عايزين نتكلم في الاول الاخلاق في الدين مكانتها عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدي وحبيبي وقدوات سيد العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاخلاق، مبسوط جدا ان احنا النهارده بنتكلم على الاخلاق، ومن الحاجات المهمه جدا 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 اللي نحط شويه ثوابت زي ما تعودنا كده الفقرات اللي فاتت بنقول على شويه حاجات. مهما حصل في الكون الاخلاق دي حاجه قيمه ما ينفعش ان احنا تماما نتغاضى عنها تحت اي سبب بقى او تحت اي حد عملي او الكلام ده. الاخلاق هي اعلى حاجه في الكون، زي ما كل يوم بنقول وهناكد النهارده قوي على الحته دي، اكتر شيء يقربك لرضا ربنا وحب ربنا الاخلاق. اكتر حاجه بتخليك الميزان بتاعك يبقى تقيل قوي في الحسنات الاخلاق. طيب ازاي نقول كده؟ خلينا نشوف اصل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيبلغنا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. تعال ناخد ده كده ونركز فيه قوي علشان نبدا بقى ايه نقصل الموضوع كده ونشوف الدنيا عامله ازاي. انا النهارده لو جيت سالت حضراتكم انتوا وتحاولتوا ان انا مذيع النهارده، لو سالتك اخلاق الناس في الشوارع او في السواقه يا احمد، وانت جاي وحد مثلا عمل اي حاجه وانت غصب عنك كنت يعني ماشي مثلا مستعجل لا قدر الله في اي حاجه، فغصب عنك من غير ما تدي اشاره دخلت يمين، الناس هتديك حسن ظن وتعذره يا نوران ولا هتلاقي الشتايم حاصله؟ هو في حد بيستحمل حد دلوقتي؟ هتلاقي حاجات كتير. تمام كده؟ طبعا. حلو نوران، لو انت النهارده انسانه واخده ان هي دايما شايفاكي معاها على طول، وهي في ازمه وانت اصلا عندك مشكله وما قلتهاش ليها، اول حاجه هتقولها ايه؟ هتقول ده انا تخليت عنه، صح كده؟ هتفترض حسن الظن قبل؟ لا مش هتفترض حسن الظن، صح. يعني النهارده لو احنا بنتكلم على نسبه ان الاخلاق غايبه، نسبه كبيره قوي، صحيح. الامام ابو حامد الغزالي في الكتاب المستصفى بيقول ان القران فيه 6236 ايه، حلو كده، فيهم 300 ايه بس عن الاحكام الفقهيه. طيب الباقي يعني 7%، صح. الباقي اخلاق مرتبطه بعقيده. ده معنى خطير جدا، يعني معنى حتى لما الواحد كده 7% من القرآن أحكام فقهية بس، وبعد كده بقية الحاجات كلها أخلاق مرتبطة بعقيدة. فمعنى كان الأخلاق قيمتها عالية قوي. ما هو ما احنا نرجع تاني، هو أصل بعثة النبي ليه؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب جينا في الفقرة دي بنحاول إن احنا بنقول يا جماعة نفسنا إن احنا نرتبط بحبنا قوي لربنا وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ دي تسلسل الفقرات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أكتر حد يا نوران قريب من النبي قوي يوم القيامة، اليوم بقى الصعب اللي احنا فضلنا نحكي، يعني احنا حكينا الحاجات الحلوة لكن اليوم في حاجات كتير قوي صعبة. أكتر واحد قريب من النبي مين؟ هو أكتر واحد أخلاقه طيبة، أخلاقه كذا. طيب أخلاقه بقى طيبة، يعني عشان ما نفضلش نقول الحديث والنبي، طب أخلاقه الطيبة عايزين بقى نطبق على أرض الواقع اللي أنا سألته لحضراتكم دلوقتي. كل انسان ماشي بعربيته، كل انسان صاحب حد، كل انسان عنده مشكله مع حد، هو احنا ليه اول ما بتحصل المشكله ما بنفترضش بس رقم واحد حسن النيه؟ ده رقم واحد حسن الظن، ان انا احسن الظن. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصانا ان انت تدي لاخوك 70 عذر، ولو ما اديتلوش عذر اتهم نفسك بالتقصير. يعني هو في الاخر اديله عذر، ما تقولش ده احمد باعني، ده نوران سابتني، ده مش عارف ايه اللي حصل، ده عمل ايه. يا جماعه الاخلاق لا تتجزأ، هي الأخلاق ثابتة. تمام. طيب النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لو موجود معانا في وسطينا النهاردة في 2020 وشاف الأحداث اللي حصلة، وخلينا نكون واقعيين بدون ما هقول
اي اسماء ولا اقول اي احدث خالص. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وعايش معانا يوم الجمعه اللي فاتت مش هقول اكتر من كده. هل النبي كان هيبقى فرحان بينا؟ لا طبعا. النبي كان هيبقى مبسوط؟ هيبقى مبسوط من اي طرف من الاطراف. يعني احنا النهارده مش جايين بنرمي اللوم، عشان لما بنقول يا جماعه الاخلاق ونخلي بالنا من الاخلاق، فتلاقي يا عيني الطرف ده الله ده يوسف ده كذا 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 كذا، ينتمي للناس دي للفصيل ده او ينتمي للفصيل ده. يا جماعه والله انا ما موافق على اللي الفصيل الثاني بيعمله. ده يوسف كذا 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 كذا. يا جماعه هو فين الوسطيه؟ هو فين حسن الظن؟ هو فين الهدوء؟ هو فين في الاخر بقى؟ معلش انا هقول على حته كده، هو احنا مش بقالنا 3 اسابيع بنتكلم على ان الدنيا دي كلها ما تستاهلش؟ وبنتكلم ان احنا عندنا حلم كبير ان احنا كلنا ندخل الجنه. صح. طيب احنا يوم الجمعه اللي فاتت اثبتنا ان احنا يعني ناس حريصين قوي على الجنه، ولا موقف حصل نسانا كل حاجه وخلانا ندخل في بعض شمال، وده بيتهم ده وده بيتهم ده، وللاسف قعدنا نسخر من بعض بطريقه لا ترضي ربنا ولا ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الدنيا واخدنا، خلينا نعترف نقول اه بقى. صح جدا مظبوط. طيب انا والله كل ده بسرد احداث، ومع انها رياضه برضو وترتبط بالاخلاق ومهمه جدا. يعني هو الرياضه مهمه، مطلوب ان احنا رياضة الاخلاق اصلا طبعا. ومطلوب ان احنا وقت الفراغ بتاعنا الجميل الحلو نروح ونتفرج وننبسط. حتى تمام. دايما كانوا يقولوا خلي عندك روح رياضيه. طبعا طبعا، لان اصل الرياضه زي ما احمد قال هي الاخلاق. يا جماعه هو احنا هنتربى الاخلاق منين؟ يعني انا دايما والله كنت بقولها للشيخ، بقولها له كده، بقول له جميل قوي ان حضرتك شايف الطلاب بتوع حضرتك في المسجد وفي الاعتكاف الجميل، والناس بتصلي التراويح في رمضان يعني، والناس بتعمل. قلت له انا عايزك تاخد بقى المجموعه دي اللي بيحفظوا القران، اللي بيصلوا في الصف الاولى، والله العظيم قلت له خدهم الملعب. بقولش بقى، قلت له خدهم الملعب وشوف اخلاقهم عامله ازاي. وحصل وخدهم الملعب، والله العظيم يا جماعه ظهر كم شوية حاجات بس كده ملهاش أي علاقة بالأخلاق، لأن الرياضة بتبين أخلاق. الملعب انزل انزل وجرب. هو يوسف ليه النهاردة زي ما بنقول أحيانا بنزل الولاد في المدارس وبتكلم معاهم باللغة بتاعتهم بالطريقة دي؟ يا جماعة أنا عايز أبقى في الملعب، أنا عايز أكون واقعي، أنا مش عايز أكون واقف في الصف الأول وفرحان. مهم جدا تقف في الصف الأول وهنتكلم في الكلام ده، لكن مهم جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن أنت أخلاقك هي اللي هي دينك وعبادتك تطبق أخلاق على الأرض. فالنهارده الرياضة هي اللي توري قد إيه إن إحنا بنربي نفسنا على الأخلاق. لكن لما الرياضة تبقى توصلنا إن إحنا إخوات بيزعلوا من بعض، زوج وزوجه بيزعلوا من بعض، وشفنا الاهلاويه والزملكاويه فخسروا بعض في البيت، ممكن يبقى عن طريق هزار، وممكن على فكره قصص بجد. ممكن عائلات بتخسر بعض، اصحاب بيخسروا بعض. صح. ناس ما تعرفش بعض قاعدين بيشتموا في بعض، الناس ما لهاش اي علاقه بالموضوع قاعده تتشتم من هنا ومن هنا، وفي الاخر بنيجي نقول ايه؟ اصل احنا شعب متدين بطبعه. صح. مش ده اللي بيحصل؟ التدين بطبعه. لما انا النهارده اجي ابني الصغير بيتفرج نوران على الماتش وبعد كده شاف بعض الاحداث على السوشيال ميديا، اروح اقول له ايه؟ قال له معلش يا حبيبي، اصل ناس فرحانه ففرحتهم بيأذوا حد تاني، اصل الحد التاني اذانا. اقول له معلش يا حبيبي، عشان لما حد يأذيك تروح ترد له بنفس الاساءه؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم اكتر واحد اتأذى؟ ابن السلول المنافق. وخلي بالكم شوفوا تقارب الاحداث، عشان ما حدش يقول لك ايه احنا بنتكلم من فوق برج، لا احنا بنتكلم في واقع. راجعين من غزوه، فابن سلول بالبلدي بيكلم الناس، ده من اكبر المنافقين. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ده محمد ده، يعني عفوا في الكلمه، فهو هو اللي بيقول للناس كده ان هو احنا بالظبط عاملين زي كاننا بنربي كلب قاعدين نغذيه ونسمنه، وبعد كده هو اللي هيجي يطردنا كلنا. والنبي سامع على فكره يا احمد. ماشي كده، ما عملوش اي حاجه وسكت النبي ومشي. تمام. ده يعني ادخلوا كده اقراوا بس عن ابن سلول، من كبار المنافقين. بيموت ابن سلول، بيموت على فراش الموت. النبي عمل ايه؟ راح له. ماشي. طيب ابن سلول عارف قال له ايه وهو بيموت؟ قال له لو تديني العبايه بتاعتك اتكفن بيها، ولو تصلي عليا انا مش عايز حاجه تاني، والله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا نوران ده النبي الرحمه المهتاة. النبي قام خالع العبايه بتاعته وقام ايه لفه بيها، وفعلا بعد ما مات اتكفن بيها. النبي رايح يصلي عليه، سيدنا عمر عارفين ان هو شخصيه قويه قوي. فقام يعني واخد النبي من ايديه، يا رسول الله انت هتعمل ايه؟ انت ابن سلول ده اللي كان بيعمل، وقعد بقى يعد له المواقف كلها اللي لو قعدنا نعدها ولا 30 حلقه. كان بيقول يا ثب، قام قايل له ايه؟ قال له يا عمر،
يا عمر انا لو بايدي، خلي بالكم وهنقول على حته دلوقتي شخصيه، قال له انا لو بايدي استغفر ليه 70 مره وربنا يغفر ليه، هقعد استغفر ليه 70 مره. هي دي سماحه النبي صلى الله عليه وسلم. والقصه الجميله اللي كلنا اتعلمناها في المدارس واللي كلنا سمعناها، الراجل اليهودي اللي كان بيروح يحط على باب النبي القاذورات بتاعه الماشيه، وفي الاخر النبي كان بيعمل معاه ايه؟ النبي كان بيروح يوده، لان النبي ما كانش بيزعل لشخصه. كان احد الصحابه في غزوه، وخلي بالكم من حته ايه؟ يزعل لشخصه. احنا بنزعل لله ولا بنزعل لشخصنا؟ والله 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 انا كيوسف يوم الجمعه انا زعلت لله. لان ربنا انا متاكد انه كان الليله دي زعلان مننا جدا. برغم ان عادي حاجه بتبسط، احد الصحابه في غزوه. فخلاص الراجل الكافر قدامه في الغزوه قدامه بيمسك السيف عشان يضربه. فقام الكافر عامل ايه؟ بصق في وشه. فقام الصحابي عامل ايه يا احمد؟ سابه ومشي. فالراجل استغرب بيناديه بيقول له انت كنت هتقتلني، انت ما قتلتنيش ليه؟ قال له اصل انا لما كنت داخل في الغزوه وهقتلك انا هقتلك لله، لكن لما بصقت في وشي انا كنت هقتلك انتقاما لشخصي. هو هي الناس دي متربيه مع مين؟ لا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو النبي لما بدا يسرد لنا السيره والحديث والكلام ده علشان نعمل ايه؟ عشان نكون نمشي في نفس الطريق. يعني بيقول انا لما انت بصقت عليا انا اتضايقت جدا فاتنرفزت جدا فكنت همسك السيف اضربك. ايه يا جماعه النوايا اللي هو كل ده خلي بالكم في ثواني. اللي هو ايه؟ اللي هو اصل انا في الاول كان لله لكن دلوقتي انا بقى لشخصي. هو اللي حصل يوم الجمعه ده كان لله ولا كان لاشخاص ولا كان الانتماء لفرقه؟ لا اشخاص والانتماء لفرقه. صح كده؟ ما كانش لله. يبقى اذا في مشكله؟ اه في مشكله. انا مش عايز ادخل واكبر الموضوع اقول هو في هنا مشكله في العقيده اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هو احنا اصل انتمائنا الاصلي اللي هو يعني المفروض ان احنا نعمل اي حاجه علشانه، هو مش المفروض اتعلمنا زمان كده ان هو ديننا؟ صحيح ولا حاجه تانية؟ ولا مطرب معين انا بحبه او ممثل معين انا بحبه او مش عارف فرقه معينه بحبها؟ لا هو ديننا مظبوط. فالنهارده هو الناس نزلت الشوارع وفرحت، حلو جدا 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 جدا، لكن هل الطريقه، ما خلي بالك احنا ديننا زي ما قلنا للناس، هل ربنا بيعذبنا؟ لا. طب ربنا يعني خلقنا عشان نتضايق؟ لا. طب هو ربنا يبقى فرحان ان احنا نتبسط؟ والله يا مروان يبقى فرحان جدا 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 ان احنا نتبسط، لكن ننبسط ازاي وهي دي الحدوته؟ هو انت عشان تنبسط لازم تجرح حد تاني او تشتم حد تاني او ان انتوا الاثنين قاعدين بتشتموا في بعض؟ ولما يجي حد وسط كده النهارده احنا قاعدين بنتكلم يا جماعه يعني نبوس ايديكم في اجيال جايه بتتدمر. فاحنا والله لا احنا بتوع شهره ولا احنا بتوع الناس اللي جايه عامله نفسها حكيمه في وقت مش عارف الناس عامله ازاي، ولا احنا هنا ولا احنا هنا، احنا ناس بنقول لكم والله في اجيال بتتدمر. بعد اذن حضراتكم خليكم قدوه للاجيال اللي جايه، لما النهارده الجيل اللي في ابتدائي او في اعدادي بيتفرج على حضراتكم كده ان شاء الله بتعملوا كده باذن الله بعد 5 سنين و10 سنين نلاقي الناس بتدبح بعض في الشارع. ليه؟ لان التربيه هي بالقدوه. طب افرح يا سيدي افرح، هو اوروبا ما بيفرحوش. هيقول لك اصل انت ما تعرفش ايه اللي حصل هناك، ده احداث عابره. حصل مش عارف ايه كده مره، حصل حاجتين مره، لكن في الاخر حتى لو بيحصل كل يوم يا جماعه احنا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مالناش دعوه بغيرنا. احنا مالناش علاقه بحد. زي ما بنقول مبدانا هنا في الفقره هنا، ابدا بنفسك. هو لو كل الناس دخلت جهنم وربنا قال لك ايه؟ خلاص ادخل انت الجنه، هتقول له لا يا رب انا هدخل الجنه لوحدي؟ لا انا عايز اروح للناس. انت عمرك ما هتقول كده. يا اخي ابدا بنفسك. يا اخي شايف نفسك عصبي ما تتفرجش. طب اقول لكم على حقيقه بالنسبه للناس كمان، لما بقول يا جماعه ما ينفعش السخريه والناس دخلت على الصفحه يعني قالت كلام جميل، طب انا هقول انا بقالي كتير قوي ما تبقتش كوره. طب ليه؟ انا فعلا كنت عصبي جدا على فكره في الكوره. انا كنت بجد انا كنت بقعد اتفرج بتنرفز جدا. طب طبيعتي كده. طب عملت ايه؟ حتى ما بلعب كوره ما بحبش اخسر. العب كوره هكسب. تمام كده؟ حسيت ان العلاج بتاعي ههدى شويه، مش هتابع كوره كتير، مش هعمل كذا، وعملت كده. فبالتالي خلاص ماتش شغال، والله العظيم بقعد اتفرج علشان اتبسط. لكن اقعد اتفرج علشان احرق دمي. انا النهارده لما يبقى ليا واحد صاحبي قعد قبل الماتش بخمس ايام والله وما خرجش من الاوضه بتاعته وجات له حاله نفسيه وتعب، انا لما اعرف كده لازم ابقى حزين قوي، ولازم ابقى اقول يا جماعه ومعلش خلينا دايما اوعى ننسى زي ما بنقول هنا في الفقره ان احنا في الاخر في جنه وفي عقيده وفي كذا،
فاوعى تنسى ان ده جيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده الجيل اللي احنا بنقول ان شاء الله باذن الله احنا كده اللي نبقى حاجه كده النبي يبقى فخور بيها. نبقى قاعدين ماتش ما بقللش، والله ما بقلل يا نوران، وبقول ان الموضوع جميل والناس تفرح، لكن نفرح بما يرضي ربنا، ربنا يبقى فرحان بفرحتنا، مش نأذي الناس ونواسي كمان الفريق الاخر. ده دي الاخلاق بقى بالظبط، انه انا المنتصر، انا اللي كسبت، انا الاقوى، بالعكس ابقى بقى يعني بتعفف تماما عن اي مظاهر تحفيل او شماته، لانه حتى بسمع من ناس كتير يقول لك انا بتبسط قوي لما بعمل بوستات على الفيسبوك احفل بيها، بحس ان انا برضي غروري، بحس ان انا بقعد اضحك واضحك الناس معايا. هل ده في ديننا واخلاقنا؟ مستحيل. لا ده كمان يا رنا انبسطت ان انت بتقولي ايه، قال ايه بيرضي غروري. انتوا عارفين ان الاستهزاء بالاخرين ده ليه علاقه بالكبر؟ ليه علاقه بيه؟ احمد بص يا يوسف، ما اعرفش الجزئيه دي داخله في الكبر ولا لا، بس خلينا يعني معلش انا برضو ايه يا ريت حابب نوضح للناس ان احنا بنحاول نعمم فكره الاخلاق في كل شيء مش طبعًا. بس في الرياضه، بس اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول لحد النهارده لا ده يخلينا هنا يعني لازم نقف وقفه جامده جدا ونشوف المشكله فين. عندنا في ممكن قله من بعض الاشخاص اللي ممكن هم اللي بتصدر منهم بعض التصرفات اللي هي ممكن لا ترضي اي حد خالص صحيح. لا من هنا ولا من هنا، لكن هنا بقى المشكله بالنسبه لنا مرتبطه بالدين، مرتبطه بالتربيه، مرتبطه بالرياضه نفسها، مرتبطه باي شخص من دول او باي يعني طريقه ممكن نوصل بيها للشباب وللجماهير ان ده ما ينفعش او التصرف ده غلط. مين المفروض هنا ليه الدور ده؟ الكبار والنجوم والشخصيات العامة. إن النهاردة هو ده الحل، يعني أنا في الآخر كنت هقول إن إحنا بنتكلم صح؟ إحنا اتكلمنا النهاردة، لازم مبادرة تحصل، ومبادرة طيبة جدا اللي اتعملت قبل الماتش للتعصب، جميلة جدا جدا جدا، لكن مش نص ساعة. المبادرة لازم تبدأ من النهاردة، مستمرة كمان، لازم نجيب الشخصيات كلها، محمد صلاح وحازم إيماء، الناس كلها الجميلة اللي هي كل الناس اتفقت عليه. أنا النهاردة عمري ما شفت واحد أهلاوي بيشتم حازم إمام الكبير مثلا، الناس كلها بتحبه جدا، يوم الفرح بتاعه لو تفتكروا من سنين الاهلاويه كانوا واقفين في كلهم اصحاب بعض على الفندق قبل لا الجمهور كمان جمهور الاهلي كان واقف على الفندق اللي حازم بيتجوز فيه قبل الزملكاويه. الروح دي حلوه قوي، طب ما نبدا نرجعها لاجيال ما شافتش ده. يعني خلي بالكم في لقطه هنا ان الاجيال اللي جايه النهارده اللي كانت واقفه في الشوارع دي ما شافتش الكلام ده، ما شافتش الناس دي، متعودين على التعصب. يعني تيجي تقول له حازم امام يقول لك ايوه حازم امام هو عندهم حد اللي هو الشاب، فانت تقول له حازم امام يا جماعه الكبير. انت شفته وشفت اخلاقه؟ ايه ده؟ لا ما اعرفش. طب تعرف محمد عبد الوهاب الله يرحمه اللي مات في الاهلي؟ لا ما اعرفوش. تقعد للاجيال اللي تقعد تتكلم معاها في الكلام ده هتلاقيه مش عارف. طب هنا بقى الحل يا احمد، وكويس انك بتحاول تدور على الحل، ان الناس الكبيره، الناس الفنان محمد صبحي، الدكتور مجدي يعقوب، الناس اللي هي الشخصيات دي المؤثرة. ويعملوا مبادره مش يوم وليله، مش يوم ماتش، ده مبادره تلف المدارس. شوف انا بقول لكم تلف نبني عليها، لكن مش قبليها باسبوع او كام يوم بس، وتبقى تحت وزاره الشباب والرياضه صح. يلا بقى وزاره التعليم صح. تخيلوا لما الاثنين دول يجتمعوا، عشان انا والله مش جاي النهارده بقول يا جماعه والله الحل بسيط. ايه الحل؟ وزاره الشباب والرياضه وزاره التعليم يبداوا يعملوا المبادره دي، والشخصيات دي تدعمها بكلام اعلانات، ويجيبوا بقى الناس الطيبين ينزلوا المدارس يكلموا الناس على الكلام دوت، يتكلموا على اهميه الاخلاق. بلاش يا جماعه تعصب، بلاش كذا، تمام. بعد سنه وسنتين وثلاثه صح هنلاقي اجيال. ده احنا كده جميل، احنا نشجع الكوره علشان الكوره روح ورياضه واخلاق وكلها حاجه حلوه وبتقربنا لبعض. ناس دلوقتي من اللي بتشوفنا دلوقتي، ويمكن ناس من اللي بتسمعنا دلوقتي، او ناس ممكن اللي يكونوا موجودين معانا، يقول لك ده المدينه الفاضله. ما هو في الاخر لحد ما هنموت بنحاول نوصل، انت لازم تجتهد. ممكن واحد يبتسم، ممكن واحد يقول لك يا عم بيقول اي كلام. انا اتعودت وهفضل اقول الحديث ده، اتعودت النبي صلى الله عليه وسلم، وانا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ببقى ماشي مش شايف اي حد، اللي يشتم يشتم، واللي يقول يقول، واللي يتهم يتهم، واللي يعمل يعمل، عادي يعني، اللي هو لو الواحد هيقعد كان قاعد من زمان. فهو النبي وصانا ان الانسان وهو القيامه قامت خلاص ما بقاش في اعمال، وفي يد احدكم فسيله، كل مره بقولها، ان استطاع ان يغرسها فليفعل. ده مبدا يا نوران ويا احمد في حياتنا. الحياة كلها وقفت، احنا لازم نكون ايجابيين ولازم نكون مبادرين لاخر نفس في حياتنا، لان ربنا اللي علمنا كده من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اما كل واحد يبدا بنفسه، لما كل اب وام يقعدوا مع اولادهم يعلموهم ان خلي بالكم كده غلط كده غلط كده غلط،
اقول دلوقتي طيب اصل لو الناس بتغلط فينا ولا عايز تقول حاجه يا احمد؟ لا عايز اطلع فاصل ونكمل باقي كلامنا عشان الموضوع مهم جدا ومش عايز برضو ايه يكون مستقطع. يا جماعه خليكم معانا لسه مكملين معاكم مع يوسف عادل طبعا. والنهارده موضوعنا مهم جدا عن الاخلاق وعن يعني نبذ العنف والتعصب. خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني لسه مكملين فقرتنا الدينيه مع الداعيه يوسف عادل واللي بيكلمنا النهارده عن الاخلاق في الدين ونبذ التعصب والعنف في جميع المجالات. برحب بيك مره تانية يا استاذ يوسف. الله يكرمك. طب احنا كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو نبذ التعصب والكراهيه والتطرف وحتى يعني ازاي نقضي على التنمر والسخريه اللي بقت منتشره جدا على السوشيال ميديا على جميع الاشخاص سواء اشخاص عاديه او مشاهير سواء فنانين او لعيبه كوره. بنتكلم عن الأخلاق في الدين وعن إزاي نبدأ بنفسنا وإزاي نحل مشكلة التعصب اللي سايد قوي الفترة اللي فاتت دي خصوصا الأحداث الأخيرة. تمام. هنرجع نقول زي ما أحمد قال بالظبط، مبادرة لازم المبادرة دي تبقى مستمرة، تبدأ من وزارة الشباب والرياضة وتنزل كل مراكز الشباب والرياضة ووزارة التعليم وكل المدارس وبعد كده إن شاء الله الجامعات، ونبدأ نبين للولاد ويتبناها الشخصيات المؤثرة جدا جدا في المجتمع سواء هم موجودين في مصر أو خارج مصر زي النجم محمد صلاح. فالنهاردة لما نيجي نعمل كده ونبدأ نربي الولاد دول على كده هيبدأ يتعلم. طيب هنعلمهم إيه؟ يعني في الآخر إحنا هنروح نعلمهم إيه؟ تخيل لما نروح نحكي لهم مواقف، على نقول له اولا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا تظهر الشماته في اخيك فيعافيه الله ويبتليك. ادي رقم واحد. يعني النهارده انا لسه كنت بقولها في محاضره عن التنمر الاسبوع اللي فات ولسه كنت بسالك عليها قبل ما نطلع الحلقه. فالشباب في المدارس بيمسكوا مجاميع كده، بيمسكوا مثلا حد معاهم او بنت معاهم وتريقه بقى او تنمر وحاجات زي كده. فانا بقول لهم ماشي بس خلي بالك، انا مش هقول لك، انا بعد ما كلمته عن التنمر قلت له حاجه واحده بس، حاجه بقى في الاخر يعني انا بقول لك خاف، لان خلي بالك ربنا لو ابتلاك ابتلاء انت مش قده. تقول له يعني انت النهارده ربنا كرمك وفي ما شاء الله من اعلى المدارس في مصر وطالع ربنا كرمك انك انت في وسط اب وام جايبينك في مكان كويس وكذا 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 وكذا، بس خلي بالك ربك كبير في لحظه، ففي ثانيه، وده احنا شفناه بعينينا، حياتك تبقى ماشيه كده في لحظه ابتلاء صغير قوي تلاقي حياتك في حته تانية وانت ما انتش عارف السبب. السبب هنا احد التابعين بيقول رحت عيرت واحد قلت له يا مفلس، مفيش بعدها بشهر شهرين افلست، وهو يعني ما كانش واخد باله لحد ما بدا يدور، ده انا عيرت فلان اللي كان في السوق قلت له يا مفلس. فالنهارده ان ربنا يعافي الانسان ده ويبتليك، احنا مش قد القصه دي. وبقول له خلي بالك انت لا تدعي انك انت كده، انت من جواك انت ممكن بنظره سخريه. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح قال حد قال على سيدنا بلال ابن السوداء، ولما راح قالوا على احد الصحابه مش متذكر اسمه رجله كانت رفيعه قوي ففضلوا يتريقوا عليه. فالنبي في لحظتها غضب جدا 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 وقام قايل لهم ايه؟ اهي الرجل اللي انتوا بتتريقوا عليها دي، اهو الشخص اللي انتوا بتتريقوا عليه ده لو اتحط على جبل احد هيوزنه حسنات واضعاف اضعاف جبل احد، احنا كلنا عارفينه. وشوفوا غضب النبي. النبي كان نادرا لما يغلط. تعرفوا في حياه النبي وبصوا في السيره واعملوا بحث وشوفوا هتلاقوا النبي في حياته العلماء مختلفين، هو عمره دعا على حد. الناس بقى اللي بتقول لك ايه؟ يعني النهارده موقف الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم رايح بيقول لهم يا جماعه الاسلام كذا والرحمه والاخلاق والكلام الجميل ده. فهم كان احيانا في ناس بتقابله بطريقه كويسه وبتقول له والله احنا هنفكر في الكلام ونرد عليك وخلاص وعادي. اما الطائف قابلوه بالصبيان وبالعيال الصغيره ومسكنوا الطوب وبداوا ايه؟ يجروا ورا النبي ويرموه بالطوب وتعور النبي ويقع وحاجات زي كده، وقام رايح قعد تحت الشجر. فالله عز وجل ارسل ليه سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل قال له ربنا اذلني ان انا معايا دلوقتي ملك الجبلين. لو امرت اطبق عليهم الاخشبين، الاخشبين دول الجبلين بينهم الطائف، ما بقاش في طائف. هنا الغضب ليه يا نوران؟ للشخص. مين اللي اتهان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي انجرح قوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو رايح عشان عايز حاجه منهم لنفسه؟ لا والله، ده كان احيانا يقول لك لو انت عايز مال هنديك اكتر المال، لو انت عايز جاه هنديك. هو مش عايز حاجه يا جماعه والله، هو جاي بينقذنا من النار عشان يدخلنا الجنه. فكان رد النبي العبقري ده، اتاذى
عشان الناس اللي تقول لك ايه ده اتأذى انت مش عارف هو بيعمل ايه. يا عم ما هو النبي اتأذى، هو في حد اتأذى اكتر من النبي؟ بس النبي قال له ايه؟ لا يا جبريل، انا كل حلم حياتي بالمعنى البسيط قوي انه يخرج ما بينهم ناس بتقول لا اله الا الله. هو ايه الرسول الجميل الرحيم اللي حابب الناس قوي حتى وهم بيأذوه؟ ده النبي كان من ضمن الأسرة بنت حاتم الطائفة بتقول له ايه؟ بتقول له يا رسول الله يعني خلينا امشي، انا بنت راجل كريم كان بيقف جنب الضعيف وبيكرم الضيف. فالنبي لما سمع كده قام قايل لهم ايه؟ قايل لهم خلوها تمشي، ده كانت بنت راجل بيحب الاخلاق، وانما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. اما اترحل لاخوها اللي اذى النبي قالت له انا جايه من عند اكتر انسان واكرم انسان في الكون. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان واحد من الاسرى من الناس الكبار جدا هناك، فكان من الاسرى في الحرب، فالنبي كان يدخل عليه يقول له ايه الاخبار النهارده؟ يقول له لو انت عايز تقتلني خلاص، بس قابلتي هتاخد حقي، لو عايز فلوس خد اللي انت عايزه، لو عايز تسامحني هتلاقي واحد شاكر ليك على اللي انت هتعمله. سابوا النبي اول يوم في المسجد، وتاني يوم وتالت يوم، وكان للنبي هدف ان هو سايبه في المسجد قاعد بيشوف اخلاق المسلمين. تالت يوم قال لهم مشوه. تاني سيدنا عمر وبعض الصحابة نرفزوا جدا، يا رسول الله ده هيروح هيجمع الناس بتوعه وهيجي يحاربنا تاني. قال لهم سيبوا سيبوه. خرج راح في اقرب مكان اتعلم من المسجد، راح اغتسل ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم تبصوا على المشهد، قال له أنا ما كانش في حد أكتر من حد في الكون بكرهه غيرك، النهارده أنت أحب الناس لقلبي، ما كانش في دين في قلبي كنت بكرهه أكتر من دينك، النهارده بقى أقرب دين لقلبي، ما كانش في مدينة بكرهها في الكون أكتر من المدينة دي، بقت أقرب مدينة لقلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. الأخلاق بتجيب، بالرغم إن إحنا مش هدفنا بنقول الأخلاق بتخلي الناس حاجة حلوة، لكن هو الأخلاق هي اللي دايماً بتجيب. ادي شخصها شاف الاخلاق بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم في وسط اصحابه في المسجد، شاف تعاملاته عامله ازاي. هو ده النبي يا جماعه والله العظيم، اللي لما دخل مكه في حين ما هو اتاذى في مكه، هو معلش النبي كان بيتاذي ليه؟ عشان عقيده، عشان دين، ما كانش بيتاذي عشان ماتش كوره، ما كانش بيتاذي عشان خاطر مش عارف ايه ماشي بيعمل ايه، ده كان بيتاذي علشاننا، كان بيتأذي علشان احنا كلنا نبقى قاعدين القعدة الجميلة دي وفي الاستوديو الجميل ده وقاعدين بنتكلم على الدين ومش خايفين حد يجي يأذينا، مش خايفين من أي حاجة. هو النبي كان بيتكلم عشاننا والله، يعني كان في الآخر بيتأذي علشان قضية كبيرة قوي. يعني لو كان رد كان ممكن يبقى ليه حق يتخيله، لكن هو ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمره قابل الإساءة بالإساءة. ده ربنا اللي علمنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هو في حد عارف مين أحسن عند مين عند ربنا؟ يعني النهاردة الناس تيجي تقول لك إيه أصل أنت مش عارف وده عمل إيه وعمل إيه مش عارف في 2015 و2013 و2014. هو أنا معنى إن أنا النهاردة جاي بقول لك بعد إذنك ما ينفعش ان انت تتريق على الانسان الفلاني بالطريقه دي، ما ينفعش تشبه يا اخي انسان بحاجه تانية، ما ينفعش انك انت ده ربنا ولقد كرمنا بني ادم. ما تخلي خلافاتكم دي ما بينكم وما بين بعض، لكن ما تدخلوش في الحته دي علشان خاطر انا خايف من عقاب ربنا. يعني انا والله العظيم لما بكلم الناس، وانا نادرا لما بدخل ايه اكتب حاجه او اعيش مع احداث، لكن انا النهارده بدات اخاف على اجيال وبدات اخاف على الاشخاص دي. فالنهارده هو انت مش متخيل ان ربنا ممكن ينزل عقاب في لحظه تلاقي حياتك في حته تانية خالص. طب يوسف ما تيجي يعني معلش نخوف الناس اكتر. لا قدر الله لا قدر الله لو احنا بنتكلم عن التعصب وان الامور ممكن توصل لمرحله مش كويسه، هل هنا هوصل معاك بقى لابعد حاجه قتل النفس، هل هنا عقابها ايه في الدنيا وفي الآخرة؟ ومش بقصد هنا قتل النفس يعني الوفاة بس، لا قتل النفس كمان في الدنيا. انك ممكن تقتل حد معنويا. او نفسيا. او تخليه مش عايش حياته بشكل يعني طبيعي. عايز اعرف ايه هنا عقوبة المفروض قتل النفس سواء كان بكل بقى شيء في الدنيا وفي الآخرة؟ لا هو في الدنيا عشان بس الناس تفهم يعني ان ده مردودها ايه. هو في الدنيا القتل من اخطر الحاجات، الكبائر اللي اولا انت ما بقاش في حاجه اسمها كلمه بركه، واحيانا الناس ما تفهمش كلمه بركه في الحياه دي معناها ايه. الناس بتتخيل مثلا احنا معانا 5 جنيه فهو ال 5 جنيه دي بركه. الموضوع مش كده، البركه في الرزق وفي الصحه وفي حياتنا وفي حاجات كتير. هو النهارده بقى في شبح عايش قدامه في الدنيا ان هو نفسه خلاص
ما بقاش اصلا هيتخيل ان هو ممكن يشوف يوم حلو في حياته. تمام. النهارده دعوه المظلوم ما خلي بالك فيه، النهارده دعوه المظلوم ما فيش بينها وبين ربنا حجاب. يعني النهارده الانسان اللي مظلوم ده وبيدعى الانسان اللي ظلمه وقتله نفسيا في الدنيا او قتل حد قريب منه، هو الدعوه ممكن ايه بتؤجل شويه، لكن الدعوه دي مستجاب وكارثه. يعني النهارده يروح يوم القيامه يبقى من رحمه ربنا بالانسان اللي اتظلم انه يسيبه شويه في الدنيا ايه، هو مظلوم سايبه شويه، لكن علشان لما يروح يوم القيامه. ما احنا قلنا المره اللي فاتت يا احمد ان الحاجات اللي بتحصل لنا في الحياه هي حاجات بتمحص، بتخلينا ايه شويه قاعدين بنتحاسب، شويه عذاب القبر، شويه كذا، فقاعد ايه بيخلينا كده نخرج هناك يعني شويه عاملين. لا، هو ربنا من حكمته انه يسيب الشخص ده بقى للقبر اللي احنا ما اتكلمناش فيه المره اللي فاتت، اللي هو عذاب اللي هو سكرات الموت، اللي هي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في الحاجه الحلوه. النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات. النبي تعب جدا، أنا ما قلتش الكلام ده المرة اللي فاتت عشان أقول للناس والله يا جماعة خلي عندنا حسن ظن بربنا، لكن النبي كان إن للموت لسكرات وكان باين عليه مجهود السكرات. لما قلت المرة اللي فاتت إن لما الأرواح بتتحدث مع بعضها فهيجي شخص يقول يا جماعة دعوه يستريح، دعوه يستريح، ده معناها إن هو جاي تعبان، جاي من مسافة تعبانة جدا. تخيل واحد قاتل بقى، تخيلوا واحد قاتل وبتخيل كده في القبر معايا. احنا قلنا انك انت هتلاقي ملك لابس ابيض في ابيض، ريحته جميله، قاعد بيقول لك انا عملك الصالح. تخيل بقى العكس اللي احنا ما قلناهوش، تخيل بقى لما تلاقي واحد لابس اسود في اسود، سنانه وانيابه جايه محفوره في الـ في الـ في, الـ في التراب، انت مش انت اصلا منظره لوحده خلاص، ومش خلاص انت 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 مش اللي هتعرف تجري ولا هتعرف تعمل، واتفتح عليك باب من جهنم. طب انت هتعمل ايه؟ ده ربنا بيقول ويل لكل همزه لمزه، ويله ده وعيد في جهنم، ده همزه لمزه اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هو ايه الكلمه كده ابتسامه كده كلمه كده ابتسامه ابتسامه صفراء زي ما بيقولوا، ابتسامه سخريه، كلمه كده تريقه، يعني مش اللي هو ايه مش اللي هو شتيمه مباشره، ويل ده وعيد مكان في جهنم. فالنهارده هو انت مبسوط ان الناس بتضحك؟ طيب انت بقى مستعد للخاتمه بتاعتك؟ يعني مستعد ان انت النهارده هتقابل ربنا؟ انت متخيل اصلا؟ احنا قلنا الشخص الطيب الجميل بينزل له حد من السماء وبيبدا يطمنه، يقول له ايه اخرج كده روحك كده، الرضا من ربنا وعفو ومغفره. انت العكس بيحصل، انت كله خلاص في اللقطه دي عذاب في عذاب في عذاب في عذاب، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. روح بقى للشخص ده يسامحك ولا ما يسامحش؟ مش احنا قلنا ان من حكمه ربنا، هو ليه الاخلاق دايما اعلى من العبادات؟ حد سال نفس السؤال ده؟ هقول لكم ليه. دايما ربنا من كرمه ربنا بيتسامح، عندنا شويه تقصير، قصرنا شويه في الصلاه، مش عارف عاملين ايه، يعني ربنا في حقه ربك كريم. لكن الاخلاق عاليه قوي، علشان كده دايما في التوبه يقول لك ايه الندم، وانك انت تسيب الذنب، وانك انت يبقى عندك عزيمه انك انت مش ترجع. الشرط بقى الاخير يقول لك ايه، روح للشخص اللي عنده مظلمه واطلب منه انه يسامحك. طب لو ما سامحكش معلقه؟ اقعد بقى. طبعا اقعد بقى، هتعمل ايه؟ وبالذات ايه لو حقوق ماديه وحقوق ايه وحقوق النهارده، اصل هو النهارده التنمر، هل التنمر ده بيأذي الانسان في وقتها؟ طيب وابنه وبنته يعيش بيها ومراته وعيلته، يا اللي بتقول اصل انتوا مش عارفين، وانت مش عارف وانت مش عارف، وانا خايف على كل انسان دخل يجادل في باطل لناس مش عايزه اي حاجه من الدنيا غير ان هي بتحلم تشوف اجيال كويسه عندها اخلاق محترمه، وفي الاخر انتوا داخلين بتتهموهم ان هم كذا، وانا في الاخر خايف على الناس دي ان يوم القيامه انت مكانك مش ظريف، انت في يعني جهنم دي حاجه صعبه قوي، ده درجات. ده ربنا بيقول لنا مع اخر حاجه ان الانسان يقول كلمه لا يلقي لها بالا، انت قلت كلمه انت اصلا مش حاططها في بالك، تهوى بها في جهنم. ايه ده؟ كلمه انت قايلها طبعا، وطبعا الكلمه النهارده عشان الوسائل، اصل احنا ديننا ده دين لحد ما نموت هو دين عبقري. فاللي هو ممكن واحد يقول لك لا اصل انا ما اتكلمتش، انا بكتب على السوشيال ميديا. لا يا حبيبي، ما هو ده كلام الملكين اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات. فحضرتك المسج اللي انت بعتها او اللي انت كتبته ده، على فكره ملك السيئات بيكتب على فكره، ما تقلقش، ما تقولش هو اصل انا بكتب بلغه انجليزي، هو فاهم على فكره، يعني اصل الاجيال دي
الاجيال دي بقى الفلسفه ابوس ايديكم يا جماعه، بلاش فلسفه الدين للاسف يا استاذ يوسف. يمكن الاعتقاد السائد دلوقتي انه كرم الاخلاق والانسان الطيب المحترم هو الضعيف والاهبل، يعني اسف في اللفظ، وانه الشخص اللي بياخد حقه بدراعه وهو يعني ما بيسكتش على حقه هو الشخص القوي، هو ده اللي يقدر يتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه. وبنلاقي اولياء امور واهالي بيربوا اولادهم الصغيرين والاجيال الجديده على الاعتقاد ده. ده طبعا للاسف ده احنا بنشوفه ظاهر كتير جدا على السوشيال ميديا، وبالذات سواء في احداث كرويه او احداث فنيه واحداث كتيره جدا في حياتنا. تقول ايه لحضرتك لاولياء الامور والاهالي اللي بيربوا اولادهم على التعصب وعلى التنمر؟ احنا ديننا ما بيقولناش ان احنا نكون ضعفاء وان احنا نبقى قاعدين مستنيين الناس بتضربنا واحنا قاعدين بنتفرج. احنا ديننا دايما بيعلمنا كل حاجه الوسطيه. فاحنا النهارده اولادنا في المدرسه لما تيجي النهارده تلاقي ولد قام ضارب ولد يقول لك اصل بابا قال لي لو حد كذا اعمل كذا. هو احنا يا جماعه ناخد حقنا بس بالصح والغلط. يعني هو كل الكلام اللي احنا قلناه ده ما قلناش ان احنا نتنازل عن حقوقنا، لكن زي ما ربنا قال النهارده روح للميز بتاعتك في الفصل، او روح للمدير المدرسه، او روح للجهه اللي انت فيها، روح للمدير بتاعك، روح خد الاجراءات اللي هو محطوطه في الشغل بتاعك اللي هو المشرع بتاعك في الشغل. زي ما احنا عندنا شريعه في ديننا، هو النهارده انت في شغلك، انت في مدرستك، انت في كذا، فعلم ابنك دايما انه يبدا يرتب الاحداث كده. انا النهارده هروح اقول للمدرس بتاعي او المدرسه بتاعتي، طيب المدرس والمدرسه قلت لهم كذا مره ما عملوش حاجه، هروح لمدير المدرسه ومديره المدرسه. ما راحش لمدير المدرسه ومديره المدرسه يعرف باباه، فباباه يروح بقى بهدوء يقول له يا ابني انت عملت الصح، تعالى بقى، وابنه ما يحضرش في الموضوع خالص ويجيب المدرس ده او المدرسه دي ويبهدلهم قدام مدير المدرسه. لكن تقول لابنك كده، انت بتربي ابنك على ايه من دلوقتي؟ بتربيه على ايه دلوقتي ان هو النهارده يطلع مع واحد تقول لي طب ما كل الناس كده، ما احنا قلنا بقى حمله توعيه. ما انا عارف ان الدنيا صعبه، ما انا عارف ان الدنيا صعبه، لكن هو احنا اتخلقنا النهارده مش علشان نعمر في الكون؟ اللي احنا بنعمله ده تعمير على فكره. مش علشان ان احنا نبدا نعلم اجيال ان احنا عندنا اخلاق وفي نفس الوقت ناجحين؟ هو احنا النهارده مش دايما يا احمد عشان ما انت بتحب الكلمه دي، هو احنا مش بنقول ديننا مش دروشه؟ احنا ديننا مش دروشه، ما تخليش واحد ياكل حقك. هو النهارده لو حد جه خد فلوسك ما تروح تشتكي. هو النهارده مش في حاجه اسمها قانون، ما تروح تتعامل مع القانون وتشوف الدنيا عامله ازاي، روح لحد كبير مؤثر واتكلم معاه. لكن في نفس الوقت في طاعة الله، يعني وانت ماشي في طاعة ربنا. لكن انا اروح اعلم ولادي اقول لهم لما حد يضربك ابقى اضربه؟ احنا مطلعين هيبقى طالع مجتمع عامل ازاي؟ يبقى ما نجيش النهارده نزعل لما نلاقي بقى خلاص بقى، يعني ان شاء الله في 2025 وفي 2030 نلاقي ماتش كوره حاصل، نلاقي بقى ما خلي بالك ولادنا يا نوران اللي احنا بنعلمهم في المدارس دول، هم دول اللي في 2030 بعد كده هيبقوا بيتفرجوا على ماتش الكوره. والله اعلم احنا هنكون عايشين ولا لا، والله اعلم احنا هنكون بنقول الكلام ده ولا لا، والله اعلم هم هيعملوا ايه. يعني احنا شفنا يوم الجمعه اللي حصل، طب الاجيال ده هتعمل ايه؟ ان شاء الله يكون احسن مننا باذن الله. اتمنى والله اتمنى. لسه مكملين مع حضرتك، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل الفقره الدينيه من ان بوكس، خليكم معانا. طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه كلامنا عن الاخلاق مع طبعا الداعيه يوسف عادل، والنهارده حلقتنا يعني مهمه جدا. يوسف برضه عايزين يعني ندخل معاك في تفاصيل اكتر. زمان في فتره الستينات والسبعينات والفتره دي الكوره دايما احنا بنحبها وكل واحد بيحب فرقته وبيشجعها. كنا نشوف الاستاد نلاقي الجيل ده وقتها من الرجاله والسيدات تلاقيهم كلهم بيشجعوا فرقتهم وفي احترام وفي رقي وفي كل حاجه موجوده، ويخلص الماتش من هنا كل واحد مع نفسه وكل واحد خلاص بيتكلم عن فرقته. هل حصل فجوه زمنيه في ايه بقى؟ يعني ايه اللي حصل في حته معينه كده مش فاهمينها؟ هو الجميل في الفتره دي يا احمد ان كانوا بيحطوا كل حاجه في مكانها الطبيعي. يعني كنت تلاقي لما يبقى في مباراه كره قدم خلاص هم رايحين يتفرجوا المباراه على فكره، وبيشجعوا وبيحبوا فرقتهم جوه الاستاد. تمام. خلصوا بره اصحاب. في قبليها حفله للسيده ام كلثوم مثلا، فتلاقي العيله كلها بتتجمع، حتى بصوا على الحفلات، بصوا على الناس اللي قاعده لابسين بقى البدل ومش عارف ايه وبتاع ورايحين يحضروا الحفله بالظبط ومبسوطين، وبعد كده بيرجعوا تاني يوم الصبح من الفجر مبدئيا. الناس دي كانت بتبدا حياتها من الفجر بجد مش هزار، يصلوا الفجر ويبداوا حياتهم في شغلهم. كان الناس دي على ايامهم كان في بركه غير عاديه. عارفين ليه؟ لان هم كانوا ناس بسيطه. احنا النهارده ما بقيناش اصلا حياتنا بسيطه. الناس دي ما كانش عندها موبايل عمل لهم وسوسه، عمل وسوسه في حياتنا. الشخص يبقى قاعد في البيت النهارده هو قاعد بيصلي، واقفه في المطبخ بتعمل حاجه، قاعد بيذاكر،
كل 3 دقايق كان فاتوا احداث يدخل يفضل يعمل كده اللي هو ايه ويجيب حاجات امبارح هو شافها بس بيجيبها تاني مش عارف ليه بفضل اسالهم الاسئله دي كتير محدش بيجاوبني طب ما انت شفتها طب انت ليه بتعمل كده فبالتالي احنا حياتنا ما بقتش بسيطه ما بقيناش بنعرف نحط كل حاجه يعني احنا حتى في ديننا كل وقت وله عباده يعني ما ينفعش نيجي نصلي الظهر وقت العشاء ما ينفعش نيجي نصلي العشاء الصبح كل وقت وله اذان كل وقت وله اذان فالنهارده احنا لو اتعلمنا اولادنا ان انت حياتك تبقى منظمه ان انت النهارده عندك مدرسه بعد كده بتذاكر بعد كده عندك تمرين بعد كده ممكن تقعد نص ساعه على الموبايل تقعد تتفرج على حاجه جميل جدا وتبدا بقى تعلمه في النص خلي بالك لازم نصلي عشان كذا خلي بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق كان بيعمل كذا احنا اولا افتقدنا حته الحدوته يعني تفتكروا مثلا انا والله من الناس اللي اتربيت على حدوته ماما فضيله كانت دايما بتقول الحدوته بتطلع قيمه كلمتين وبس للفنان الله يرحمه فؤاد المهندس كنت تسمع كلمتين وبس والله حكم حكم كان في برنامج كتير زمان كده بيجي اسمه ربات البيوت كان بيجي كده ايه يبدا يكلم الام ومش عارف له حاجات زي كده يا جماعه الحاجات دي والله كانت بتربي واحنا مش واخدين بالنا يعني لحد النهارده شوف كام سنه لسه فاكرين حدوته ماما فضيله وفاكرين كلمتين وبس لفؤاد المهندس كان في برنامج يوم الجمعه هبين لكم قد ايه الاعلام قوي كان برنامج اسمه بيجي يوم الجمعه اغرب القضايا حتى كانت الموسيقى بتاعته كده تحفه يعني فاللي هو كان دايما يجي يتكلم ودي طبعا بقى كانت ايه لما نسمع القصه دي انا كنا نتخض مش عارف مين ودخل شقه مين وقتل مين دي كانت قصه عادة. بقى ايه ويقوم مطلع علينا ويقول لك مين ويبدا يخليك تفكر وتبدا تحلل الاحداث حتى كان موضوع بيخليك ان انت تبدا تبدع ولادنا النهارده والاجيال دي ما بقاش عندهم اصلا حاجه بيبدعوا فيها فالايام دي كان فيها بركه وكان فيها رضا من ربنا غير عادي ما احنا قلنا ان سبحانك يا رب الدنيا البركة دي بتيجي مش والله ما بالمظاهر إلا من أتى الله بقلب سليم ال- ال- الست كانت زمان مش متعلمة ما بتعرفش أي حاجة وكانت بتبقى بتربى أجيال وبتربى أجيال وبتموت وهي ساجدة يعني النهاردة بقول لك حسن الخاتمة صح؟ لا متعلمة لا تعرف تكتب وتقرأ ولا بتعرف تعمل أي حاجة خلاص وأعرف ناس كتير قوي كده لكن عارفين البساطة اللي كانت عندهم دي في خيام وفي أخلاق النهاردة آخر خوابت. مرة سمعنا عن حد بيصلي ومات عارف انت خلاص الكلام ده بقى كذا النهارده بقى النهارده بقى عشان يا احمد تبقى يحصل حته البركه دي اولا تبدا من البيوت هو البيت هو الاساس يا جماعه احنا النهارده بنشغلنا وعارف والله ان الدنيا صعبه وعارف ان الاب شغال وعارف ان الام كمان كانت بقت شغاله ربنا يا رب يكرمهم ويعينهم وعارف في الدنيا دي كلها لكن كل ده سبب ان احنا ننسى الاصل اللي هم اولادنا طيب يوم الجمعة احنا مشغولين طول الاسبوع بس ينفع مشغولين طول الاسبوع نسيب اولادنا ما احناش عارفين هم بيدخلوا عليا نوران ما احناش عارفين هم بيتكلموا مع مين في المدرسة مفيش متابعة مفيش كذا مفيش كذا لما اجي بقى اعلمه ان يوم الجمعة النهاردة هنقعد نتفرج مثلا على مسرحية جميلة ما بتتعداش كذا يوميات ونيس يوميات ونيس دي كان كل حلقة بتطلع منها برسائل يعني من الناس اللي مثلا قال لك ايه انك انت تحافظ على نظافه الشارع بتاعك هل حد كان بيسمع عن الكلام ده طب هنا الدور الاكبر على مين على الفن على الاعلام مثلث على ايه فاكر بيت مدرسه اعلام المثلث ده لو اشترك في حاجه احنا نبقى في حته تانيه بجد وبحلم انا احنا بقالنا سنين مع بعض بنحلم بالقصه دي المصري باخلاقه المصري باخلاقه مثلث المثلث ان النهارده البيت بيتعاون معانا والمدرسة ولحد النهاردة الحمد لله أنا ما وقفتش على المدارس أنا بس معلش عايزة حضرتك نرجع تاني كان في النقطة دي بخصوص البيت والأهل يمكن في أهالي كتير عندها عدم ثقة في نفسها وإنه أولادهم هم اللي فاهمين أكتر دلوقتي وهم اللي بيعلموهم الدنيا ماشية إزاي وبيتطلعوا إلى العالم الخارجي من خلال السوشيال ميديا ومتابعتهم للعالم الأجنبي فدايما يقول لك لا العيال دي الجيل الجديد ده فاهم أكتر مننا إحنا نيجي إيه فيهم فبدأنا نشوف ان الاهالي بيخافوا من اولادهم والاولاد هم اللي بيربوا الاهالي مش العكس صحيح اولا هي المعلومه دي غلط يعني معلومه ان الولاد وده يعني ده طبعا هو طبعا الاهالي حته ان هو ما يبقاش شويه عنده ثقه بنفسه دي كارثه اصلا محتاج ان هو يطور من نفسه فيها ويسمع فيها قوي ده رقم واحد رقم اتنين انا اتكلمت في النقطه دي قبل كده ان احنا من ساعه ما قلنا ان الناس الكبيره والناس الصغيره لا هو احنا لازم دايما الوسطيه الصغيرين مش هيعرفوا ينجحوا الا بخبره الكبار بالظبط لكن طبعا. لما نيجي نقول اصل الكبار دول ما لهمش لازمه حبيبي مش هتعرف تعمل حاجه
خبرات مختلفه بازمنه مختلفه. فانت النهارده لازم تتعلم منه، لازم تاخد الخبره منه، اصل هو عمره ما هيديني الخبره. المشكله عنده بقى، مش المشكله في القاعده، المشكله في الشخص اللي بيمثل القاعده. فالنهارده لما نيجي للاب والام، في ناس بتعمل حركه حلوه قوي وعجباني جدا دلوقتي، هم بيبداوا يتطوروا من نفسهم مع اولادهم، ودي سهله. هو النهارده ايه ده؟ بالعكس، ده كل معلومات اللي هم بياخدوها على السوشيال ميديا غلط والله بنسبه 90%، سواء معلومات طبيه، معلومات دينيه، معلومات كذا، كلها غلط، وكلها ناس بتكتب كلام وبتحط، ونيه الناس طيبه. اصل النبي قال بلغوا عني ولو ايه في الدين، اصل مش عارف، النهارده الناس عندها برد، فانا بقول لهم لو حصل 1 2 3 4 خلي بالك اعمل كذا. يا عم الحاج ده في دكاتره بيقول لك المعلومات اللي انت بتكتبها كلها غلط. يعني انت النهارده ممكن تضر واحد بنيه طيبه بس ده غلط، تمام؟ فالنهارده الاهل يطور من نفسه مع اولاده، رقم واحد. رقم اتنين، اوعى اي اب او ام يحسس ابنه ان هو قلقان منه، دي كارثه. انت النهارده زي بالظبط، حتى لو انت مش فاهم ما تحسسوش انك مش فاهم، لانه هو ممكن يرمي لك كلمه هو اصلا مش فاهمها، لان في الاخر ربنا لما خلق الانسان، هو الولد ده مهما بلغ من ان هو دخل وقرا وعمل، هو في الاخر هو عيل صغير على فكره. عيل صغير عمره ما هيبقى شاف، لان العلم مش هو يعني النهارده انك انت تحتك بالدنيا وتنزل الملعب زي ما انا بقول، وانك انت تحتك بالناس كده وتشتغل اكبر مليار الف مره من كورسات. يعني انا دايما بقول للناس احيانا في محاضرات كتير، عايز تعلم ولادك السباحه، خده ارميه في البسين، انت عينك عليه، مش بقول له ارميه، وعلى فكره والله الاجانب بيعملوا كده مبدئيا، ماشي، ارميه في البسين وخليه يبدا ايه، شوفه هيعمل ايه. والحمد لله يعني مؤخرا شفنا الفيديوهات اللي بتقوم واخده ابنها ورميها في مش بيرموه يسموه او لا بياخدوه يعني يعلموه ممارسه السباحه. يعني انا بدي مثال عشان ما حدش يروح يرمي ابنه في البسين، يعني فايه نركز كده يلا يا ابني توكل على الله، شق طريقك اللي هو عايز تتعلم، تمام، انزل وتعلم بقى، روح مع مدرب وهيقول لك كذا وهيقول لك كذا. لكن تلاقي واحد قعد 3 4 ساعات هو خايف ينط، دي في الحياه والله. النهارده اول ما بدات انزل ادي محاضرات في مدارس، فقال لك يا يوسف ولازم تروح تاخد تي او تي وتعمل ايه وتعمل ايه وتعمل حاجات كده كتير، وانا والله من لا نازل اتاجر بيها ولا انا، والله يا جماعه انا في رساله عايز اقولها للولاد بس وخلاص. بفضل ربنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله الحمد لله لحد النهارده بفضل ربنا يوميا في المدارس. وبعد كده بدات اطور، بدات كده اقرا واحضر. ليه؟ بتبدا تحط نقط كده صغيره. فبقول للاهالي، باشا انت عشت مشاكل، انت عشت بقالك سنين، انت اتحطيت في حاجات، ده خبرات مليارات. انا دايما بقول ان الكورسات لو رحنا خدناها بمليارات مش هنتعلم اللي احنا اتعلمناه. واللي عاشوا اخر 10 سنين في تاريخ مصر، ال 10 سنين دول يعلموا اي حد مثلا على خبره مثلا 70 80 سنه. شفنا احداث كتير قوي مختلفه كده، عارفه انضربنا في الخلاط كده، اللي هو كده. فاللي هو انت اوعى تخلي ابنك يخليك تفقد الثقه بنفسك، لان لو فقدت الثقه بنفسك قدام ابنك دي كارثه. لو فقدت بنفسك، لكن والله يا نوران انا زعلان من حاجه تانية. الامهات وخاصه الاجيال اللي هي ايه كده، بقت 24 ساعه ماسكه الموبايل وناسي عيالها. النهارده لما في بنت في محاضرة بقول لها آخر مرة روحتي قلت لمامتك أنا بحبك، أنا عايزة أمشي معاكي، أنا عايزة أخرج، والله العظيم بالنص قدام الولاد قالت ماما مشغولة 24 ساعة في الموبايل. ولسه مش بتكلم، فده لسه مش شغل كمان، عشان تبقى يعني تركز أكتر مع الموبايل، بتسيب ابنها الطفل معاه تابلت أو موبايل عشان يلعب، يريحها من دوشته. دي كارثة تانية. طب بنتك النهاردة كانت، البنت دي كانت في تانية إعدادي، تالتة إعدادي، أولى ثانوي، تانية ثانوي، وداخلة سن المراهقة، هتروح لحد بره لما هي خلاص. حضرتك بقى انت مش هتسمعيها، لما مش هتاخديها وتخرجي معاها وهتلجا للغريب مشكلتها، هتعملي ايه؟ فنزعل قوي بقى. والمشاكل اللي بتجيلي بقى احمد كل يوم، ده انا مش عارف دخلت على بنت بالليل ولقيتها بتعمل ايه وبتبعت ايه مش عارف لمين، وكوارث بقى بتحصل. طب هو ده ليه حضراتكم من البدايه؟ عشان احنا، عشان كده مش هنيأس. يعني عشان كده لحد اخر نفس هنفضل نقول للاهالي اكتر حاجه امانه في رقبتك، اكتر حاجه ربنا هيحاسبك عليها اهلك. اهلك اقعد كده حوط عليهم ونعلمهم، وبعد كده نبدا بقى نشوف المجتمع. المجتمع ايه؟ مجتمع نادي، مدرسه، دول اكتر حاجتين دلوقتي خلصناهم. الاعلام دوره قوي قوي. يعني الاعلام
حاجه. ويا جماعه الاعلام النهارده بقى كل حاجه وانا مبسوط يعني. يعني حضراتكم اهو مدين ايديكم وشغالين وقاعدين بنخبط على الابواب، وان شاء الله باذن الله ربنا بيفتح وبيأذن، فالدنيا ماشيه. فاللي هو الاعلام لو فضل يخبط كده كل شويه، يا جماعه الاخلاق ما ينفعش تكون مبادره كده ثلاث ايام وتعدي. ما ينفعش تكون شهر وشهرين وثلاثه، ده اساس. لازم النهارده كل شويه حاجات توعيه عن الاخلاق. صح. اتمنى والله تعملوها فقرات كده للاطفال، حاجات اللي هي الحاجات الانيميشن كده، شخص بيكلم حد عن خلق معين عن طريق دراما، ونزل يا عم، ونزل دقيقه هنا، ونزل على السوشيال ميديا. الولاد بقى مرتبطين بالسوشيال ميديا اكتر، هيجيب وهتلاقي الولاد اتاثروا، ونبدا نعلمهم واحنا اللي نعلمهم. صح. بدل ما يروحوا يتعلموا من حد بره ويتعلموا غلط وبيتعلموا غلط. طيب يوسف هنا، يعني دايما الواحد بيقول لك ايه، لو حد اساء اليك دايما حاول تعفو، او القادمين الغيظ والعافين على الناس. حلو قوي. بس يمكن مش كل الناس بتعرف تعمل ده، مش كل الناس بتعرف يعني تمسك نفسها. هنا الشخص المتضرر من التريقه والسخريه المفروض هنا يعمل ايه؟ هل يصمت يعتزل الناس، ولا يرد الاساءه بالاساءه؟ في لخبطه في الحته دي. اولا يعني بلاش يرد الاساءه بالاساءه. وانا عجبني قوي القاذمين الغيظ. ربنا بيعلمنا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللي هم مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ايه ده؟ يعني انت ربنا وعدك وانت في الدنيا ان انت لو قزمت غيظك متنرفز جدا، فانا خلاص ماسك نفسي. يعني ربنا اقر ان انا متغاظ، فانا مسكت نفسي قوي. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ده انت دخلت درجه الاحسان، جنه عرضها السماوات والارض. طب بالله عليك يا اخي، ده انت المفروض يجي لك حاله بشرى ان انت ان شاء الله باذن الله في جنه عرضها السماوات والارض. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يوم القيامه كلنا هنكون في كارثه. معلش ان انا بقول كده النهارده عشان الناس بس تعرف، في حاجات حلوه في حاجات وحشه. النهارده ان يوم القيامه الميزان شغال، فهاجي هلاقي كفه السيئات بتاعتي اكتر من الحسنات، وخاصه في الظروف اللي احنا بنمر بيها والدنيا واخدانا، فاحنا ناسيين اصلا. فيجي شخص ربنا يقول لك لا لسه. يجي شخص مثلا انا كفه السيئات بتاعتي كتير قوي وما عنديش حسنات، شخص ظلمني، شتمني، سخر مني وانا ما اعرفوش، ده من على السوشيال ميديا انا ما اعرفوش اصلا، اغتابني، فربنا يقول ان الشخص ده اتريق عليك، اغتابك، عمل كذا، فخد من حسناته. فافضل اخد من حسناته لحد ما حسناته هتخلص ولسه ما خلصتش حقي منه. فيوم ربنا الكريم عامل ايه بقى؟ خد من سيئاتك واديه. والله العظيم ده مشهد يوم القيامه كارثي. شيل يا باشا السيئات، خد، شكرا، يا ريتك كنت اتكلمت عليا، ده انا اتمنى ان مصر كلها كانت تتكلم عليا. فاهمين فالنهارده ده انت ضمنت جنه عرضها السماوات والارض. ادي الدين بقى، الشرع اللي بيهدي. اولا انت هتبقى على خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه اتاذى واتهان واتظلم كتير. يا جماعه ده النبي اتهم في السيده عائشه حادثه الافك، وسيدنا ابو بكر الشخص اللي اثار الفتنه دي كان سيدنا ابو بكر بيصرف له معونه ومساعده كل شهر، فقطعها عنه. ما هو ده اتكلم في عرض بنته، نبي. تمام، اتكلم في عرض بنته. فوقف سيدنا ابو بكر، مش النبي صلى الله عليه وسلم، لا اتكلم في حق النبي يعني اقصد، وبنته. فوقف المساعده. فربنا قام منزل الايه، وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. باشا اللي اتظلمت، يا اللي اتهنت، يا اللي اتشتمت، يا اللي سخروا منك، يا اللي قالوا كذا، يا اللي قالوا كذا، ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، بنت سيدنا أبو بكر الصديق، يعني اللي هو الصديق. ولما قطع المعونة عن الشخص ربنا نزل قرآن، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالنهاردة إيه أجمل إن هو يبقى عنده البشريات دي كلها في الدنيا؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، لغة العظماء الصمت. يعني النهارده انت شخص عظيم، شخص مشهور، ايه اللي المفروض تعمله في وقت زي كده؟ دي احسن حاجه نختم بيها. احنا وقتنا خلص، استمتعنا واستفدنا جدا من حضرتك، ونتمنى ان الناس كلها تستفيد وتقتدي باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقرتنا خلصت، نشوف حضرتك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا يا فاروق. شكرا يا فاروق. نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد.